صبح على حضراتكم ومنتصف الاسبوع 10 صبح في الاهلي وحلقه جديده واكيد ضيوف جديده واخبار جديده واستعدادات الاهلي اكيد والتدريبات والكواليس اكيد هنطلع حضراتكم عليها علشان مباراه باذن الله القطن الكاميروني اللي في غايه الاهميه وهنتكلم برضو في بعض التحضيرات والصوره الكامله اكيد هنطلع حضراتكم برضو عليها علشان نطمن وعلشان احنا نفسنا نطمن وكمان نعرف كده اللي جاي ازاي لان زي ما بتقال هي مباراه لا تقبل القسمه على اثنين بالنسبه للنادي الاهلي عشان نتاهل ان شاء الله لربع النهائي. صباح الخير وحلقه جديده. بونجور يا كريم. صباح الفل عليكي. صباح الفل على مشاهدينا في كل مكان. اهلا بكم وبدايه حلقتنا النهارده حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. زي ما نهاوند قالت لحضراتكم فعلا احنا النهارده محملين بكتير من الاخبار وكمان تغطيه لكواليس بعثه النادي الاهلي طبعا اللي في جنوب افريقيا واللي بصدد اتجاهها الى الكاميرون. هنعرفكم طبعا اخر الاخبار واخر المستجدات. برضو هنعدي كده على الدوريات الاوروبيه ونعرف حضراتكم شويه مستجدات فيما يتعلق بالدوريات الاوروبيه وعالم كره القدم العالميه عامل ازاي. كل ده اكيد هيكون على مدار الساعه الاولى وكمان في الساعه الثانيه هيكون عندنا اكثر من فقره حواريه. اولى الفقرات هتكون مع سياده اللواء حازم حسني هو رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه وكمان النائب الاول رئيس الاتحاد العربي. ثاني فقرات هتكون مع دكتور عادل كريم الناقد الرياضي وفقرتنا الحواريه الاخيره هتكون فقره طبيه مسجله نورتنا فيها الدكتوره ايمان المراكبي. طيب خلينا نبدا كده لان طبعا احنا عارفين ان الفريق كان في فتره راحه فايه الجديد امتى هيوصلوا تدريباتهم. النهارده هيستأنف الاهلي تدريباته عشان يستعدوا بقى لمباراه القطن الكاميروني اللي هتكون يوم الجمعه الجايه باذن الله مباراه في غايه الاهميه وزي ما بيتقال كده نفسنا ده يبقى او دي تبقى المباراه اللي فيها مصالحه لجماهير النادي الاهلي باذن الله واثقين ان ده هيحصل. تاني هرجع اقول مباراه لا تقبل القسمه على اثنين ما فيش رفاهيه ابدا يعني خساره اي مباراه من المباراتين المتبقيتين ان شاء الله نقدر ان احنا نحقق النقاط المطلوبه نقدر ان احنا نتاهل لربع النهائي. اعتقد هي دي الطموح اللي يعني يستحقها جماهير النادي الاهلي فبالتوفيق ان شاء الله. وخلينا برضو نطمن حضراتكم ان مارسيل كولر يعني على درايه وعلى دراسه بالفريق المنافس ومفروض ان هو بيعمل كل الاستعدادات وكل الدراسات وبيقعد في جلسات كمان مع جهاز المعاون عشان يدرسوا كافه الجوانب الفنيه الخاصه بالمباراه باذن الله. فكان في محاضره بالفيديو كان في لقاءات كان في كواليس كان في اجتماعات مهمه جدا كمان مع اللعيبه فربنا يوفقهم ان شاء الله يوم الجمعه. احنا منتظرين منهم الكثير جدا سواء على النتيجه او كمان على اكيد الاداء. يا مسهل الحال. طبعا من المقرر ان بكره ان شاء الله بعثه النادي الاهلي ستغادر جنوب افريقيا باتجاه الكاميرون اكيد لخوض مباراه القطن الكاميروني. الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس اداره النادي الاهلي ورئيس بعثه الفريق في جنوب افريقيا ابتدى بالفعل يعني يظبط كل الترتيبات المتعلقه بهذه الرحله واجرى كل الاتصالات المطلوبه مع سياده السفير مدحت المديجي سفير مصر في الكاميرون للاطمئنان على كافه الترتيبات المتعلقه بالاقامه والانتقالات وكمان ملاعب التدريب استعدادا لمباراه القطن الكاميروني. اكيد بنتمنى كل التوفيق لفريقنا في مباراته الجمعه الجايه ان شاء الله. ومش بس زي ما بتقول نهاوند ان المباراه دي لا تقبل القسمه على اثنين كمان المباراه دي ما ينفعش تكون مباراه للنسيان زي ما حصل قبل كده. المباراه اللي جايه هي فعلا اول طريق المصالحه ما بين فريق النادي الاهلي وبين جماهيره في كل مكان اللي على فكره ما عندهمش ذره شك في ان النادي الاهلي برضه عنده قدره على ان هو يرجع مره ثانيه ويخوض التحديات المتبقيه ليه عشان يرجع يكمل في هذه البطوله اللي من الطبيعي ان هو يصل فيها للادوار النهائيه. ده العادي وده الطبيعي وربنا يسهل الحال ويحصل ان شاء الله. هو التاريخ هو دايما اللي بيتكلم يا كريم لما بتيجي انت تذكر مثلا حادث معين او واقعه معينه بترجع فيها للتاريخ. التاريخ بيقول ايه دايما تاني ما هو ما فيش نادي في الدنيا بيفضل يكسب ده في البلاي ستيشن ده لو حصلت كمان يعني وحتى ما بيحصلش ما بتحصلش صحيح. ففي انديه بتبقى انديه كبيره انديه كبيره ولها تاريخ كبير جدا وكيان كبير جدا وتاريخ بطولات كبير جدا وارقام يعني يمكن لا تقارن بكمان الانديه المنافسه اللي هي المفروض الثانيه بعديك على طول. فده جاب موجود مع النادي الاهلي كبير جدا. لكن تاني هنقول بيحصل كبوات بيحصل خساره بيحصل مشاكل بيحصل بعض الثغرات يعني دروبس زي ما يتقال ابس اند داونز كل ده وارد في الكره العالميه. شفنا انديه كبيره جدا لها اسماء. انا لا اقارن النادي الاهلي بحد عشان احنا نقول عادي لا احنا ما بنقولش عادي تاني احنا ما بنقولش انه عادي بس ده بيحصل. فدي كره القدم ومش على فكره مش بس كره القدم اي حاجه في الدنيا كده مفيش حاجه دايما على طول على التوب لازم تقع وتقف تقع وتقف بس الفكره بقى انت لما بتقع بترجع تقف قد ايه بتاخد وقت. احنا النادي الاهلي معودنا ان على طول ما سرعان بيرجع تاني يقف على رجليه وبيعوض الخساره اللي هو وصل لها. فنتمنى ذلك نتمنى السيناريو اللي كان بعد 2019 يحصل مره ثانيه. الاهلي فرحنا بعد 2019 ثلاث سنين تقريبا فنتمنى يتم اعاده هذا السيناريو مرة
مره اخرى مقارنه طبعا بالموسم اللي فات احنا اكيد مش عايزينه يعني. فان شاء الله خير، احنا ماشيين في الطريق المحلي كده بشكل كبير جدا رائع. خلينا نقول افريقيا لسه عندنا فرصه كبيره، نثق بس زي ما كريم كان بيقول في نفسنا وفي اللعيبه. بالنسبة لبقى ملف آخر، وهنرجع طبعا تاني لملف النادي الأهلي بس مع الفقرة الحوارية، خلينا نروح ننتقل سريعا لبعض الأخبار الحلوة. نبدأ بالسكواش. زي ما حضراتكم عارفين بيبقى فيه كده تصنيف عالمي كل شهر واصل فيه، وده خبر حلو. مصطفى عسل لاعب النادي الاهلي صدرته للتصنيف العالمي، هنا بنتكلم لرجال الاسكواش اللي صادر كان بالامس، ده عبر الموقع الرسمي لرابطه محترفي الاسكواش. والتصنيف شهد بعض التغيرات شويه بس هي الطفيفه او القليله يعني، تراجع فيها المصري برضو علي فرج للمركز الرابع عالميا، وصعد الانجليزي محمد الشرباجي للمركز الثالث عالميا بعد تحقيقه لقب بطوله البلاك بول الذهبيه، ده كان الاسبوع اللي فات برضو عرضناها اتكلمنا فيها. برضو عندنا طارق مؤمن المفروض تقدم للمركز السابع عالميا بعد نجاحه للوصول لدور النهائي ببطولة البلاك بول. عندك برضو من المصريين مروان الشرباجي في المركز السادس وفارس دسوقي في المركز العاشر، ده يعني التصنيف العالمي للسكواش اللي كان الشهر اللي فات. هو طبعا بيكون فيه يعني تصنيف كل شهر، فاعتقد جيد برضو ان انت عندك اسماء مصرية موجودة على الرانكينجز او المراكز الاولى، ده برضو يدل على شيء. فنجاحنا المستمر لسه لغاية دلوقتي في رياضة الاسكواش، نتمنى الأفضل كمان. احنا بنتكلم على صعيد الرجال والسيدات مش بس الرجال، يعني العادي ان المصريين والمصريات هم المسيطرين تماما على التوب 10 في عالم الاسكواش على مستوى العالم. ساعات بس لما بتحصل اي عكوسات تلاقي حد من جنسيه اخرى يدخل في النص كده، ومش لكن في المراكز الاولى كمان طبعا يعني مش أو اكيد مش التوب 5 مبدئيا. بس الفكره في ان احنا يعني يا سلام لو النجاح اللي احنا حققينه في عالم الاسكواش ده يستنسخ في الرياضات المصريه الاخرى يبقى شيء عظيم، لما يكون عندنا هذا الكم او هذا قدر من السيطره والهيمنه المصريه على رياضه ما على مستوى العالم، ده شيء جميل جدا واكيد بنحلم بيه كلنا. بالمناسبه على ذكر الاشاده لازم كمان نشيد بفوز مصر باول لقب كاس العالم للقوه البدنيه بيتم تنظيمه في مصر، متفوقا على مين؟ على كبيره الرياضه دي روسيا بطلت هذه اللعبه، وكمان ايطاليا. الكلام ده حصل خلال منافسات البطوله اللي اقيمت في الغردقه في الفتره من 7 وحتى 12 مارس. نجحنا في استضافه اول بطوله لكاس العالم للقوه البدنيه في مصر، وكمان نجحنا معاها في ان احنا نتوج باول لقب للفراعنه في هذه الرياضه على الاطلاق. روسيا اللي هي طول عمرها لمده 17 سنه هي المسيطره احتلت في هذه البطولة المركز الثاني وهي بطل العالم طوال 17 عام، وكمان إيطاليا تعتبر من أقوى دول العالم ومن أقوى الدول الأوروبية بطبيعة الحال. نجحنا كمان في الفوز على الهند وعلى المجر في هذه المنافسات. الجدير بذكر حضرات أن البطولة دي شارك فيها 469 لاعب ولاعبة من 19 دولة مختلفة. حلو جدا الكلام ده على فكره، هو يعني في تغيير شويه بيحصل في بعض الرياضات المختلفه. صحيح. يمكن كمان اللي ما كانتش مصر مهيمنه فيها، ما ده النجاح، ان انت ما تبقاش مهيمن في رياضه ما وبعدين يحصل طفره كبيره، ده بيدل على نجاحك في هذا الملف. فاعتقد ده برده او دي بدايه كويسه جدا، وشفنا برده الاستعدادات المختلفه من الابطال بتوعنا اللي هيشاركوا ان شاء الله في الاولمبيكس باريس 2024. نتمنى يكون في نصيب اكبر من الميداليات الذهبيه او الفضيه، مش هنزعل لمصر، نتمنى يكون العدد اكبر بكتير، لان المشاكل اللي كانت موجوده مع طوكيو اعتقد ان احنا ابتدينا او الاتحادات المختلفه اشتغلت عليها، وده حسب كلامهم مش حسب كلامنا احنا او كلام الاعلام. هم بيقولوا ان هم اشتغلوا على كل المشاكل اللي كانت موجوده سواء مشاكل فنيه او مشاكل حتى ماليه وتمويل يعني، وابتدى دلوقتي الوضع يختلف، بقى فيه اهتمام، بقى فيه استعدادات، معسكرات افضل. طبعا الملف ده احنا هنتكلم فيه يعني أكيد. قبلها وهيبقى فيه تغطيه كامله، فيعني بس لحد دلوقتي البشاير كويسه. 2012 يبقى احنا كده زي ما قالوا فعلا يعني في تراجع ملحوظ جدا. على فكره اللي هي مطرت الفجر اصلا، ما اعرفش تخد... انا عرفت من العربيات عامه كانت، هو انا وقت ما نزلت الصبح ما كانش في مطره بس حسيت للحظه ان الجو نفسه مش عارف هو عايز ايه، يعني طب امطر طب احرر والله العظيم شويه شمس وشويه يعني ما بقتش فاهم حاجه. بس ده اللي عرفناه من الدكتوره منار والدكتور محمود كمان اليومين اللي فاتوا لما قالوا لنا ان ابتداء من النهارده هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره وفي حاله الجو، وكمان في فرصه سقوط الامطار، فزي انت كده اكدتيها كمان باللي حصل الصبح. انا اقترح نطلع فاصل لو تسأليني رأيي، نطلع فاصل ونرجع نكمل الكلام عشان ربنا يكرم ان شاء الله. خليكم معانا، مرحبا بحضراتكم مرة كمان، وخلينا نستكمل بقى أخبارنا. والخبر اللي جاي ده خبر إنساني وخبر حلو جدا وخبر
اعتقد ما فيش حد ممكن ان هو يسمعه وما يحسش ان في انسانيه في الخبر نفسه. نادي تشيلسي عبر موقعه الرسمي قال ان هو هيقيم بدءا من 26 مارس باستضافه افطار مفتوح على جانب الملعب، ده في سابقه هتكون الاولى، اعتقد حاجه محترمه جدا للنادي ولملعب اصلا بتتكلم في الدوري الانجليزي، خيمه رمضانيه وافطار رمضاني، هيكون كده يعني الحدث المجتمعي الاكبر كمان في رمضان، وهيتيح الافطار المفتوح للمسلمين وفرصه كمان لتوفير مساحه امنه عندك للحوار والمشاركه المتبادله، زي بتقول لك بريدجنج ذا جاب بين الناس يعني، او بين الثقافات المختلفه والجنسيات المختلفه، اعتقد دي حاجه مهمه جدا. هيتم دعوه كمان عدد من المساجد المحليه واعضاء الجاليه المسلمه في تشيلسي زي طلاب المدارس مثلا مع موظفين نادي تشيلسي، كل الناس اللي هتبقى موجوده اللي هي زي ما تقال يعني مرحب بيهم ان هم ينضموا. هيكون في تنظيم كمان الافطار، ده هو تنظيم افطار مفتوح او بنظام الافطار المفتوح، وهيكون بالتعاون مع مشروع الخيمه زي ما كنت بقول لحضراتكم الرمضانيه، وهي المفروض مؤسسه خيريه حازت على جوائز تاسست كمان في عام 2013 وحازت على جوائز عديده بهدف جمع المجتمعات معا وتطوير كمان التجمعات في شهر رمضان، وكمان بيحتفل او يعني هيحتفلوا او المشروع ده بيحتفل بالخيمة الرمضانية بالذكرى العاشرة لتأسيسه، وهيقيم كمان مهرجان رمضان السنوي، هو احتفال سنوي بيكون يعني بالفن والثقافة والإبداع. فبتقالي حركة حلوة جدا محترمة جدا، وفكرة ان انت بتعمل حاجة زي كده او اللمسات اللي زي كده خلينا نقولها، او التصرفات اللي زي كده او المواقف اللي زي كده بتعمل سلام ما بين الشعوب المختلفه الافكار المختلفه اللي البعض للاسف بيهدها او بيحاول ان هو يهدمها على صعيد اخر، فانت بالحاجات اللي زي كده بتقرب الشعوب من بعض يعني. فانا شايفه بجد انها حاجه جميله جدا ومحترمه جدا بصراحه. مليون في الميه، وعايز اقول لك دي برضو اكيد من ضمن انعكاسات تألق لاعبينا المصريين والعرب المسلمين بصفة خاصة اللي بيلعبوا في الأندية المختلفة في الدوري الإنجليزي. أذكر على ما أذكر من كام سنة كان في واحد من مشجعي ليفربول كان كاتب تويت، كان مش فاكر كان تويتة ولا كان بوست، بس كان تقريبا بوست على الفيسبوك وكان طويل حبتين وموجهه بشكل مباشر لمحمد صلاح، بيقول له فيه ما معناه يعني أنت إيه؟ أنت مش مكفيك الأرقام القياسية اللي بتعملها، أنت مش مكفيك إن أنت وحدتنا كلنا على حبك، مش مكفيك. من ضمن الحاجات اللي قالها إيه بقى؟ قال له أنت مش مكفيك إن أنت غيرت الصورة النمطية اللي الغرب واخدها عن الإسلام وعن المسلمين، أنت مش مكفيك إن أنت ما معناها أخرست ألسنة كل الناس اللي بيعادوا الإسلام والمسلمين. فطبعا دي من ضمن انعكاسات هذا الأمر، وأكيد حاجة مهمة جدا إن أنت بتتكلمي فيها. صحيح. فكرة يعني بتتقال بصيغ مختلفة، بس هي فكرة توحيد الناس كلها على أمور معينة ملهاش علاقة بدين بعينه، فكرة السلام وفكرة المحبة بالزبط. أكيد حاجة رائعة جدا. المشكلة عند البعض يا كريم منتشرة، ومش في دول أوروبية ولا في عربية فقط، هي منتشرة في العالم كله، هي في بعض الأفكار لسه العنصرية الموجودة طبعاً. اللي البعض بيعتقد أنه هو الأفضل لمجرد أنه هو اتولد بنوع معين، رجل أو امرأة أو مثلا جنس معين أو ناشوناليتي يعني جنسية معينة طبعاً. على فكره لا حد بيختار يبقى راجل ولا ست، ولا يعني احنا اتولدنا انا لقيت نفسي ست كريم، لا نفس كل واحد فينا لقى نفسه كده، لا اخترت انا شكلي عامل ازاي ولا ديانتي عامله ازاي ولا اي حاجه، كلنا بنيجي في حاجات ربنا هو اللي بيختارها لنا، فدي نقطه مهمه جدا. ففي الاختلاف حياه، الحياه دي طبعا. اصلها الاختلاف، ففكره العنصريه انا النازي ما بفهمهمش، يعني مش مجرد ان انت مختلف يبقى انت ربنا ميزك، لا خالص، بلاش علاقه اسود وابيض مصري هندي واتيفر، مفيش حاجه اسمها كده، كلنا بشر، كلنا ايكوال، كلنا عندنا حقوق واجبات، كلنا بني ادمين جايين نعمر الدنيا دي لفترات معينه. فانا نفسي العنصريه تنتهي، وبالاشكال وبالتصرفات اللي احنا بنشوفها دي واللمسات الحلوه دي، اعتقد دي خطوات يعني بتحاول ان هي تحارب العنصريه في العالم كله. فلا شابو بجد، الفكره عجبتني، ويا ريت ده تعمم، ويا ريت احنا كمان نعمل حاجات زي كده. طبعا. طيب نروح بقى مع حضراتكم للفيديو جراف القادم، واحنا لو تاخدوا بالكم كل يوم والتالي بنعرض لكم فيديو جراف ما بنتعرف من خلاله عن نشأة وعن تاريخ وعن أصول وعن قواعد وعن قوانين رياضة من الرياضات. هنعمل ده مع حضراتكم النهاردة من خلال الفيديو جراف القادم، وبالمناسبة هنتعرف من خلاله عن كل تفاصيل رياضة أو لعبة كرة السرعة. هنتابع الفيديو جراف ونطلع فاصل ونرجع بعدين نكمل الكلام، خليكم معانا.
طيب مهم جدا ان احنا كمان نتعرف على استعدادات ابطالنا لاولمبياد باريس مختلف المنافسات، والفقره دي هنتكلم فيها وهنتكلم عن ابطالنا في الرمايه وهنعرف كل التفاصيل كمان من ضيفنا اللي منورنا سياده اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والافريقي للرمايه والنائب الاول لرئيس الاتحاد العربي. بونجور يا فندم، صباح الهنا. صباح الخير، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك. صباح الفل يا فندم، منور الدنيا كلها. اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. تعالى بعد اذن سيادتك نبتدي من اخر بطوله مصر استضافتها وحصاد ابطالنا فيها كان واصل لفين. اخر بطوله كانت بطوله الافريقيه للرمايه الاطباق المروحيه، واحنا حصدنا فيها 25 ميداليه ما شاء الله. ودي طبعا بطوله نقدر نقول ان هي فيها من جواها ثلاث بطولات. البطوله الاولى بطوله كاس رئيس الاتحاد الدولي للرمايه، ثم بطوله الجائزه الكبرى، ثم البطوله الافريقيه. الثلاث بطولات دول بيسمح فيها بمشاركه الدول من جميع انحاء العالم. احنا كان عندنا في الاستضافه تسع دول، والتسع دول دول طبعا كان فيهم ابطال العالم من انجلترا وايطاليا اللي هي اصلا ملوك هذه اللعبه. نقدر نقول احنا الحمد لله تفوقنا عليهم وحصدنا 25 ميداليه متنوعه، لان هي فئات عمريه مختلفه، ثلاث فئات، خمس فئات، وبالتالي استطعنا ان احنا نتصدر هذه البطوله. اوروبا حتى في بطولات اوروبا كانوا بيبصوا لمصر نظره مختلفه، لان احنا فعلا في بطوله اوروبا بنكسب ابطال اوروبا في هذه البطوله وهذه نوع من الرمايات. حلو، هي انواع ايه برضو يا سياده اللواء؟ خلينا نبقى عارفين. احنا عندنا الرمايه عباره عن ثلاث اجزاء، الجزء الاول هو رمايه الخرطوش، ثم الجزء الاخر المسدس، والجزء الثالث هو البندقيه. الثلاث انواع كل نوع من جواها في حوالي خمس مسابقات، وبالتالي المسابقات واستضافه بطولاتها مختلفه من نوع المسابقه او من نوع السلاح المستخدم في هذه المسابقه. اوكي، والانديه ايه بقى؟ يعني الانديه مقسمه مثلا، يعني مثلا هل نادي الصيد متخصص في حاجه، الانديه الاخرى متخصصه في حاجه؟ طبعا انديه الصيد معظمها بتكون ليها القوة الكبيره في الاشتراك في بطولات الخرطوش. تمتلك ميادين الخرطوش، ودي حاجه كويسه جدا، سواء صيد الاسكندريه، صيد الدقي، صيد اكتوبر، وادي النطرون، نادي الشمس، قوات مسلحه. كل هذه الانديه ليها باع كبير جدا في رمايه الخرطوش. أوكي. الانديه الاخرى طبعا هنقول في حوالي 15 نادي بيمارسوا رمايه المسدس والبندقيه، سواء بندقيه هواء او رصاص. ودول الانديه الاخرى اللي بتشارك في هذه المسابقات. كويس. طيب الى اي درجه هذا الامر امن ان يكون في نوادي رياضيه بتمارس فيها هذه الرياضه وبتستخدم من خلالها خرطوش ورصاص الى اخره، ومعظم يعني الانديه دي بتكون في وسط مناطق سكنيه ماهوله بالسكان، فالى اي درجه هذا الامر امن لجيران النادي اللي هو انا ده عشان نطمن على نواد ده طمنا ارجوك. يعني هي الخرطوش ما يوصلش البيت بس الصوت اوقات. واحنا نقدر نقول طبعا ان ما فيش ميدان في جمهوريه مصر العربيه الا لما يراجع فنيا من قبل الاتحاد المصري مايا من ناحيه الناحيه الفنيه. الميادين، جميع الميادين دي تم اختبار المواصفات الفنيه الخاصة بها من الناحية الأمنية أولا، ثم من الناحية الفنية اللي تؤهلها أن هي تستضيف وتكون صالحة للاستخدام. فإذا موضوع التأمين من الناحية الأمنية والفنية مؤمن 100% طبعا، لأنها لها مقاييس ومعايير وليها أسلوب للفحص. يعني بيبقى متراعي مدى وصول طلقة الخرطوش مثلا، ممكن توصل لفين، المسافات اللي ممكن تقطعها، فبالتالي الخطر اللي ممكن تشكله على حد. احنا طبعا محطوط معايير من الاتحاد الدولي وليها مقاييس لمدى وصول الطلقه اقصى حد ممكن. احنا المقاييس والمعايير دي احنا بنعمل الميادين اكثر من هذه المعايير. يعني لو بنقول ان المسافه الامنه 150 متر، احنا بنوصل لغايه 250 متر. فاذا معنى كده ان الطلقه مهما تصل لن تؤثر على اي شيء في مجال الرمي في الميادين. كويس جدا. انا عايز اسال حضرتك برضو ان في كذا نقطه بس مهم قوي، ان احنا دايما لما بنتكلم عن اي رياضه دايما باصين على الاولمبياد، فمين من ابطالنا اللي بيتم اعدادهم دلوقتي للمشاركه في اولمبياد باريس 2024، وايه اللي احنا محتاجينه ابطالنا محتاجاه، ايه العراقيل، ايه اللي هيخلينا كمان رايحين النسخه دي واحنا عندنا امال اكبر بالفوز عن طوكيو مثلا؟ طبعا احنا عندنا بالنسبه للخرطوش عندنا رامي عزمي محلبه، وهو بيعتبر الان المصنف رقم واحد على العالم. يمكن انه كل البطولات اللي بيشارك فيها حاليا بيكون له ليه حظ من عند ربنا طبعا ان هو يحصل على ميداليه، وده طبعا في حد ذاته نقول ان هو مرحله من المراحل النفسيه
والتحطيم الارقام القياسيه. يعني اخر بطوله كان في بطوله كاس عالم في قطر منذ اسبوع، حصل على 124 اصابه طبق من 125. واو. وده يعتبر رقم كبير جدا طبعا. يمكن دخل النهائيات بتصفيات كبيره بين ابطال العالم. هنقدر نقول ان هو يمكن حقق المركز الرابع، ولكن قانون الاتحاد الدولي بيقول ان هم كانوا اربع رماه، في ثلاث رماه نفس النتيجه، ولكن هم في رقم اسمه رقم الظهر على ظهر الرامي، اقل رقم ظهر هو اللي بيخرج، وبالتالي هو ما قدرش يحصل على ميداليه علشان رقم الظهر مش عشان النتيجه. وادى اداء رائع، وهو تقريبا يعني نقدر نقول ايه، اول ثاني عالم، اول ثاني عالم على طول المسابقات اللي احنا اشتركنا فيها. طب ده عزمي محلبه، تمام، مين غيره بقى برضه واصل للمستوى المتقدم ده على المستوى العالمي؟ احنا عندنا طبعا فريق الخرطوم برضه في التراب، عندنا وصلوا برضه لهذه النتائج، ولكن احنا نقول ان في مرحله اعداد الفتره الحاليه وتاهيل للوصول للحصول على الكوتا في البطوله الافريقيه اللي هتكون ان شاء الله في شهر اكتوبر الحالي. عندنا في رمايه المسدس رامي عمر اول ثالث مسابقه دوليه يشارك فيها، حصل فيها على المركز الخامس على العالم، ودي كانت موجوده في كاس العالم في مصر. احنا طبعا احنا عاوزين نقول ايه، احنا بنشجعهم وبنهنيهم على الاداء دوت. عندنا رميات ورماة كثيرين اقتربوا من الدخول في النهائيات. الدخول في النهائيات نفسه في حد ذاته دي نقدر نقول ان هي مرحله كبيره جدا للوصول ليها. عندنا ابطال وصلوا لهذه المرحله، لكن احنا لما نبتدي في الفتره الحاليه قبل الاشتراك في اولمبياد باريس الوصول الى مرحله النهائيات، فدي تعتبر انجاز في تحقيق الخطه الفنيه الموضوعه للرماة. ودي نقدر نقول ان هي عباره عن منظومه كبيره موضوعه فيها تضافر وتعاون من جميع اجهزه الدوله، وزاره الشباب والرياضه طبعا دعم كبير مع اللجنه الاولمبيه ووزاره الدفاع ووزاره الداخليه، لان احنا في استضافه البطولات بنجد ان الدوله المصريه دوله مؤسسات، دوله كبيره تتعاون في انجاح استضافه البطولات، وبالتالي كل الهيئات بتكون قويه وسند كبير للاتحاد المصري رماية في انجاح هذه الاستضافه وفي دعم الرماة الموجودين حاليا. كويس جدا. طيب مين الدول اللي احنا نقدر نقول بننافسها بسيم ليفل او بنفس المستوى؟ وهل الفتره اللي فاتت برضه هقارن طوكيو بباريس ان شاء الله، مين الدول اللي احنا كنا مقلقين منها واحنا بنشارك في طوكيو، ودلوقتي كمستوى هل احنا مطمنين ولا لا، ولا ظهر الدول اخرى ممكن ان احنا نقلق منها؟ هو طبعا بالنسبه للسكيت، اللعبه اللي بيلعبها عزمي محلبه، هو في رومان من ايطاليا ومن امريكا، دول من اقوى دول العالم، واسبانيا من اقوى دول العالم اللي بيشاركوا في هذه اللعبه. ده الخرطوش. في الخرطوش. اوكي، ايطاليا وامريكا. ايطاليا وامريكا طبعا واسبانيا. عندنا في المسدس والبندقيه الصين والهند في مرحله متقدمه جدا، لان هم طبعا حققوا ميداليات كبيره جدا في الفترات السابقه. احنا دلوقتي بنقترب من هذه الفتره، في هذه الفترة بنقترب في الدخول النهائيات مع هؤلاء الأبطال، وده في حد ذاته إنجاح. نجاح طبعا لو في تقدم بيحصل أو تطوير أو كمان يعني ميداليات أكتر طبعا. بس هل إحنا سن كمان اللعيبة بتوعنا وأبطال بتوعنا يأهلهم إن هم يستمروا لفترات طويلة؟ يعني مثلا عزمي محلبة كم عمره تقريبا؟ أفرج السن 29 سنة. 29 يعني لسه، بتهيألي الرماية لسه بيبقى فيها سن لسه مثلا ممكن يوصلوا ل 40 مثلا؟ لا، أنا هقول حاجة بسيطة جدا. إن رامي الكويتي عبد الله الرشيدي من دولة الكويت في أولمبياد طوكيو سنه 60 سنة وحصل على ميدالية. هي بس طالما النظر شغال فالدنيا تمام. لا كده لا كده احنا اطمنا بقى. طالما النظر جايب فمفيش مشكلة من المشاركة. بالمناسبة برضه سيادة اللواء، يعني في يعني برضه تماشيا مع توجهات الدولة في اكتشاف المواهب الرياضية وصناعة البطل الأولمبي بصفة خاصة، وعلى إثر هذا القرار الرئاسي بقى في كشافين على أصعدة مختلفة في رياضات مختلفة. رياضة زي الرماية، احنا من زمان عارفين ان في مجتمعات معينة بل ودول بعينها يمكن ثقافتها وتاريخها وموروثها الثقافي قبلي الى حد ما، فالمجتمعات اللي من النوع ده بيبقى عندهم ثقافة الرماية عالية جدا، يعني ثقافة ضرب النار بالتعبير البلدي الدارج، ده عادي، بتلاقي اطفال من سن صغيرة جدا متعودين على الرماية وعلى كده. هل احنا ممكن نعمل كده ونكتشف عناصر من المجتمعات اللي من النوع ده؟ اكيد في دول
بشكل عام برضو كم الأكبر من تعداد سكانها ممكن تنطبق عليها هذه المواصفات زي دول الخليج العربي وفكرة الصحراء والصيد بالبندقية، دول حتى شمال أفريقيا حاجة زي تونس والمغرب والجزائر، يعني في دول بعينها البندقية دايما حاضرة في موروثهم. احنا ممكن نعمل ايه في هذا الإطار؟ احنا بالفعل عندنا نفس الفكر ونفس المفهوم في الجزء الخاص بالمنطقة الشمالية، جزء الساحل الشمالي. طبعا في توجهات من وزارة الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي بعت خطابات مختلفة بدعم نشاط الأنشطة المختلفة. احنا بالنسبة لنا خاصة بالرماية هيكون في اتجاهنا إلى سيناء واتجاهنا إلى مرسى مطروح. طبعا زي ما حضرتك قلت كده، الناس دي أصلا موضوع الرماية دي هواية عندهم. طبعا. وليس رماية احترافية، لا هي هواية، وبالتالي كل هواية وجزء من العزة والفخر والكرامة عند أغلبهم. بالظبط، نقدر نقول انه وجود سلاح ضغط هواء او وجود سلاح ناري في اي بيت في جزء الساحل الشمالي او مرسى مطروح او منطقه سيناء، ده بيعتبر قوه ليهم وبيحس بفخر انه يمتلك هذا السلاح، وبالتالي يكون الاب بيمارس رياضه الصيد او رياضه الرمايه التبعيه المباشره انه كل عائلته بتمارس هذه الرياضه. احنا بدأنا فعلا بالخطة الموضوعة من قبل وزارة الشباب والرياضة ان احنا نتبع هذه الفكرة، وبدأنا نوصل الى مرسى مطروح بتعليمات سيادة الوزير ان احنا نوجد ميدان ونادي في مرسى مطروح بالتعاون مع سيادة المحافظ. كده بوجود كتير من الرميات كمان مش بس الرماة من الرجال. الرميات دي كانت فكرة يمكن مجلس ادارة اقترحها وكانت في منطقة الاقصر واسوان، ودي كانت صعبة جدا ان في بنت تطلع تمسك سلاح وتضرب، ولكن احنا اقمنا بطولات ويمكن حركنا كل الفريق القومي السيدات والناشئين والناشئات. طب ليه صعبه ست اللواء دي؟ دي اسهل حاجه بنعملها. بيحسوا ان هم بالنسبه لهم حاجه كبيره قوي، دي حاجه تخوف يا ست اللواء. الكلام ابتدى ياخد منعطف خطر. مين قال كده والله؟ هم اشطر ناس على فكره. شفت اهو، هتلاقي ولا عاملين رانكينجز كويسه. انا واثق هم احنا عندنا البنات كويسين جدا جدا فعلا، ويمكن لما عملت الفكره انه انا اظهر لهم ان في بنات بتضرب وحققوا مراكز، شجعت البنات اللي في المدارس اللي سنهم صغير ان هم يحضروا ويشاركوا، وبالتالي اديناهم هدايا علشان يحسوا ان الرمايه اهدت لهم شيء يمكن يبقى في ذاكرتهم، وبالتالي بداوا يمارسوا وبداوا يكون في طابور طويل في مناطق الاقصر واسوان ان هم يشاركوا في هذه البطولات. هايل هايل فعلا. يبقى اذا احنا دخلنا العنصر النسائي اللي هو اصلا موجود بالفعل، بس في مناطق لم يكن في هدفهم الاشتراك. الاتحاد اللجنه الاولمبيه الدوليه عامله حاجه اللي اسمها الجندر ايكواليتي اللي هو التعادل بين الرجل والست في الرمايه، عملوا المسابقات تكون متساوية بين الرجال والسيدات، يعني ينافسوا بعض ممكن، ولا ده لوحده برضه وده لوحده؟ ده لوحده وده لوحده. ليه ما ننافسش بعض؟ السيدات مش بقول لحضرتك خاطر يا ست اللواء، شفت الطموح بقى هياخدنا لفين يا فندم؟ اصل هقول لك على حاجة، دي مالهاش علاقة بقوة بدنية، دي علاقة بذكاء بتركيز فاهم. فيعني لما عملوا اختبارات لقوا ان السيدات شاطرين جدا في الرماية، عشان كده احنا هنبطلوا نضوع. اقول ايه بس والله، في حاجات كده ما بنقولهاش. طب سيادة اللواء عايز برضو اروح مع حضرتك انا والكريم لكذا نقطة مهمة. على سبيل المثال مثلا فكرة هنا، هل الرياضة دي مكلفة؟ ولو هي مكلفة التمويل بيكون ازاي؟ هل اللاعب بيتحمل جزء كبير ولا الاتحاد ولا بيبقى فيه سبونسرز مثلا؟ والله يعني الموضوع ده بينقسم الى ثلاث اقسام. القسم الاول هو دعم وزارة الشباب والرياضة والدولة المصرية الى الاتحاد، بتبقى بنسبة بتبقى بنسبة كبيرة. الجزء الاخر هم الرعاة، والرعاة دول طبعا نقدر نقول ان هو الراعي لما بيرعى الاتحاد او بيرعى لعبة معينة لازم يكون مردود ان اللاعب او اللاعبه اللي بتشارك وتضع اسمه على الزي بيكون بيتوج بميداليات، فاحنا دي بنحققها الحمد لله. كويس. الجزء الاخر انه بعض من اولياء الامور بيدعموا اولادهم لغايه لما انضموا الى الفريق القومي، والاتحاد بعد كده بيتولى الصرف عليهم تماما. كويس. هي دي الثلاث اجزاء الموجوده في الرمايه. جميل. طيب ليه الرمايه كرياضه مش موجوده في كل النوادي المصريه؟ يعني ليه من قديم الازل دايما مرتبطه الرياضه دي بنوادي الصيد في كذا محافظه الى اخره، لكن ليه مش موجوده في كل الانديه؟ ليه ما يكونش في سموحه وفي الزمالك وفي كذا وفي المقاولين العرب وكذا، وخصوصا ان في كمان كم معقول لا باس به بالمره من النوادي اللي ابتدوا يتجهوا الى الظهير الصحراوي في المحافظه اللي هم فيها.
يعني قاهريا وعلى صعيد الجيزه بقى في افرع كتير لنوادي مختلفه في 6 اكتوبر والشيخ زايد في التجمع الخامس الى اخره، يعني في مساحه ان احنا ندخل الرياضه دي في انديه عبر تاريخها ما كانتش الرياضه دي حاضره فيها. اللي حضرتك بتقوله ده فعلا كان موجود، دلوقتي حاليا كان الجمعيه العموميه كانت عباره عن 11 نادي وهيئه، النهارده احنا بنوصل الى 22 نادي وهيئه. احنا زودناها الهيئات والانديه اللي بتشارك، طب زودناهم ان احنا تواصلنا مع رؤساء مجالس ادارات الانديه او الهيئات ان هم يبتدوا يعملوا وينشئوا الميادين، واحنا دعمناهم فنيا، وبالتالي نقدر نقول ان في اسكندريه في اكثر من نادي، في نادي الصيد باسكندريه وفي رمايه طبعا، وفي انديه اخرى موجوده ان شاء الله الفتره القادمه هتبتدي تشارك بفعاليات في الرمايه. عندنا في معظم المحافظات في انديه تشارك في الرمايه، لكن الرمايه جزئين، جزء اللي هو خاص بالخرطوش والرصاص، وده طبعا بيحتاج موافقات امنيه لانها موضوع مش سهل ان احنا نعمل ميدان في يا اما في منطقه اهلها بالسكان او منطقه خارجيه ليها مواصفه من الناحيه الامنيه. المواصفه دي طبعا لما تحقق احنا بنرحب بيها، ووزاره الداخليه بتعطي الموافقه الامنيه ليها وما بقاش في ادنى مشكله، بس هي مكلفه في الناحيه الانشائيه حاليا. وفي جزء اخر اللي هو ضغط الهواء اللي هو الرش، ده ممكن يتعمل في اي مكان مغلق وبالتالي غير مؤثر من الناحيه الامنيه، بل بالعكس ده اسهل وسيله لتعلم الرمايه. الاتحاد المصري ما عمل نقول مدرسه بنشجع فيها الرماه، بيجي لنا ناس كتيره جدا يشاركوا فيها، بنوصل فيها الى فكر بسيط ان احنا نجيب الرامي او الراميه من سن 14 سنه مش اقل من كده يا ست لواء، وبنجيب اقل من 14 سنه كمان، احنا سمحنا ب 10 سنين انه يلعب بمسند. الفكره في دي ايه؟ ان انا اربي فيه حب اللعبه. ندي مثلا قناه السويس فيها لعيبه عندها 14 سنه هتنضم على الفريق القومي. هي 14 سنه دي يعني واعده جدا، بنفكر لاولمبيات 28. طب احنا ليه بنعمل كده؟ احنا لازم ندرس ازاي نعد اجيال كثيره مختلفه متتاليه علشان اللعبه تزداد انتشارا وليس الموجود هو الذي يمارس هذه اللعبه. رائع جدا. طب هل في اي حوادث حصلت مثلا على مر التاريخ؟ الحمد لله ما حصلش حاجه، لانه احنا عندنا الناحيه الامنيه مهمه جدا. الحكام اللي منوطين بالسيطره على اقامه البطوله، انا بتكلم عالميا مش بس في مصر. لا يعني انا بقول على عموما في مصر يعني وعالميا، ده قانون. ان الرامي مثلا لو معاه البندقيه الخرطوش، بندقيه الخرطوش دي لما بيضرب بيفتح البندقيه يحط الطلقتين ويقفل ويضرب. تمام. بعد ما بيخلص عاوز يتحرك من الميدان بيفتح البندقيه، هما في اللغه العاميه بيكسر البندقيه، ايوه، يحطها على كتفه وتبقى مفتوحه. لو رامي فتحها قفلها وهي فاضيه ياخد طرد. صح. انا بشوف عندنا في النادي، في نادي السيد في مطعم حوالين المكان، يعني ما ينفعش ابدا تبقى فوق، لو دور وشه لازم يفضل ماسكها لتحت كمان، ولو حتى لو هي لو هو طول ما هو في الميدان، حتى لما بيرجع لورا لازم يفتح البندقيه. يعني ممنوع تماما. وبرضو على ذكر الجانب الامني، انتوا يعني حضراتكم بتتعاملوا ازاي فيما يتعلق بمساله الطلقات؟ حضرتك قلت لنا ان في 3 انواع من الرمايه، في اللي هو ضغط الهواء وفي الخرطوش وفي الرصاص، صح كده؟ الرصاص ده الرصاص طلقات حيه يعني؟ طلقات حيه. طب بتتعامل يعني هي بتبقى حصه جايه لكم من القوات المسلحه او وزاره الداخليه بتتوزع بالتساوي على الانديه يعني؟ لا طبعا، احنا عندنا مسابقاتنا ليها انواع مختلفه من الذخيره. احنا بنبعت نجيب هذه الذخائر وبنحطها في المخازن المعتمده وبيتم صرفها طبقا لبرنامج تدريب. هذا البرنامج بيقول ان خطه المدرب بتقول ان احنا نصف النهارده 100 طلقه او 50 طلقه ايا ما كان العدد، وياخدوا الفوارغ بعديها، وبعد كده بنبتدي نجيب الفوارغ. ولكن في بعض الطلقات زي الخرطوش ما لهاش فوارغ لان الفارغ بتاعها بلاستيك، فده ما نقدرش نعمل بيه اي حاجه. وبالتالي احنا بنكون لينا الامين العهده بيبقى كاتب في دفاتر تسجيل انه بيسلم الرامي هذه الطلقات بيضربها قدامه، وبعد ما يضربها قدامه بيتاكد ان هو ضربها خلاص، اتاكدنا ان في اسس تم استهلاك كل بالظبط، وفي اسس تداول ونقل اسلحه وذخائر دايما احنا بنتبعها. الموضوع ده احنا شغالين عليه سنين من العمر الاتحاد المصري مياه، فبالتالي بنمنع خروج اي طلقه خارج الميدان طبعا، بنامن ان الطلقات بالكامل بتضرب على الميدان، بنامن ان الطلقات بالكامل بتتم اتباع اسس الامنيه في استخدام الذخائر داخل الميدان وعلى الميدان.
احنا كنا بنتكلم قبل الهوا ست اللي هو تحديدا في نادي الصيد في بعض الاحيان الخرطوش، انا عارفه ده مش تبع حضرتك بس القصه، لان هي عملت برضو يعني مشكله شويه في النادي. الخرطوش اللي كان بيبقى حي على حمام بيبقى طاير، ناس كتير واحنا من الاعضاء اللي يعني كنا متضايقين كان ممكن يعملوها بدلها اللي هي اسمها الاطباق الطايره بالظبط. هل هيتم منعها فعلا ولا الموضوع ده ايه؟ والله اولا هي الرمايه على الحمام ده بطولات بالنسبه لحد مصر رمايه لا يشرف عليها ولا يشارك فيها ولا يستضيف اي بطوله منها، ده عشان الجانب الانساني، ده علشان تعليمات الاتحاد الدولي شرط علينا ان احنا ممنوع ان احنا نشارك فيها او نشرف عليها، وبالتالي انا ليس لي اي راي في هذه المسابقات. يمكن لو في بعض الدول على مستوى العالم بتنظم هذه المسابقات، لسه في موجود في دول مختلفه، موجود في اسبانيا وفي انجلترا ما زال حتى الان، مع ان دي دول برضو المفروض ان فيها منظمات فاعله قوي في حقوق الانسان الى اخره والحيوان، منظمات اللي هم الحيوان مش عارف ندخل الانسان في احنا بنتكلم في الطيور، احنا بنتكلم في الطيور يا سياده اللواء، ايش حشر الانسان مش عارف. المنظمات الموجوده في كل مكان بتقدر تكتب تقارير وبتمنع وتوقف الاتحادات اللي بتعمل مخالفات للناحيه الانسانيه او الطيور، لكن احنا بالنسبه لنا دول العالم الاخرى بتشارك في هذه البطولات. انا كاتحاد مصر المايا ليس لي اي يد في هذه المسابقات ولا لي اشراف عليها ولا لي المشاركه فيها نهائيا. يعني هو انا اتمنى ان هي يتم وقفها طبعا. الصراحه بالتالي في النادي هيوقفوها او وقفوها ورجعوها حاجه زي كده، لان الجانب حرام يعني، وحتى واحنا بنلف في التراك تلاقي الحمامه وقعت يعني حرام يعني شيء. لا هم استعانوا بهذه النوع من المسابقات ببعض من الاطباق تطلق عليها الاطباق المروحيه. بالظبط افضل بكتير. الاطباق المروحيه دي طبق بيطير تقريبا نفس اتجاه شكل الحمام وهو طاير وبيضربوا عليه، ودي مسابقه جديده كمان يعني يمنع بالظبط ان شاء الله يعني يتخذوا قرار في هذا الموضوع قريبا. هو يعني الحمام عموما مصدوم في عالمنا العربي، يتحشي فريك احيانا، يتحشي رز من خلطة احيانا، يتضرب عليه خرطوش احيانا، مش ملاحق يعني. بس فعلا دي النقطه دي على فكره تبدو ان هي ساخره، بس هي دي نقطه مهمه جدا فعلا، ليها ابعاد كتير يعني. يعني ان شاء الله انا متوقع ان الموضوع ده هيبقى له حلول كثيره في الفتره القادمه، لانه الموضوع ده اثير في اماكن مختلفه. صحيح. وطبعا انا يعني بدعم انه يكون في حل امن وسليم لهذا الموضوع يعني، وان شاء الله طبعا احنا يهمنا في الناحيه الاخرى ان احنا الرماه بتوعنا بعيد عن هذا الموضوع، طبعا احنا رماتنا لا يشاركوا في هذه البطولات نهائيا. كويس. وبالتالي احنا بندور على الالعاب الاولمبيه اللي احنا هدفنا الرئيسي فيها كاتحاد ودوله مصريه ان احنا نحصل على الكوتا، وان شاء الله ربنا يوفقنا ونحصل على ميداليات. موفقين ان شاء الله. ان شاء الله. طيب احنا الوقت بيجري فاضل تقريبا 4 دقائق ست لولس، عندنا اسئله كتيره بس خليني اروح سريعا برضو لنقطه الاتحاد العربي. الاتحاد العربي هياخدني السؤال، مين من الدول العربيه غير مصر اللي ممكن نقول برضو متفوقين جدا في الرمايه بكل انواعها؟ اللي في رمايه الخرطوش الكويت طبعا متفوقه في رمايه الخرطوش، لان زي ما حضرتك اشرت ان هم عندهم في بيوتهم اسلحه كثيره، وعندهم موضوع الصيد ده بالنسبة لهم أو نقدر نقول هواية وتاريخ وحضارة عندهم، ثقافة صحراوية موجودة، ثقافة صحراوية طبعا، وبالتالي هم متفوقين في رماية الخرطوش. وفي بعض الدول الأخرى، ولكن الحمد لله مصر بدأت تتفوق كويس في هذا المجال، على الرغم إحنا الثقافة الصحراوية موجودة عندنا. إحنا عندنا عدد كبير جدا من الرمان من منطقة مرسى مطروح والساحل الشمالي وسيناء، دول هنقول عليهم ان هو بيضرب بموهبه طبعا، وليس بعلم. ده كل من هو بدوي يا فندم ممكن يبقى مشروع بطل قومي في الرياضه دي. ده اللي احنا فعلا اتحركنا فيه. انا يمكن قابلت سياده الوزير الدكتور اشرف صبحي واتكلمت معاه ان احنا هنعمل نادي في مرسى مطروح، وهو شخصيا مدعم هذه الفكره مع اللواء خالد شعيب محافظ مرسى مطروح، ويمكن واصلين الى اتفاقات ان احنا فعلا نخصص ارض ونعمل عليها ميدان. الهدف منه اشياء كثيره، اول حاجه نقدر نحصر عدد الرمال الموجودين، عدد من يمتلكوا الاسلحه ويقدروا يحققوا نتائج متميزه، بالتالي احنا هنفرخ ونحصل على رماه عندهم في عروقهم وفي دمهم الرمايه باسلحه الخرطوش او الرصاص. جميل. احنا اكيد بنتمنى لسيادتك كل التوفيق وتكلل كل مجهوداتكم ان شاء الله بكثير من الانجازات، ولا سيما طبعا الميداليات في الدوره الاولمبيه القادمه باذن الله. نورت الدنيا سياده الدكتور. ربنا يخليكم، متشكر ليكم جدا على القناه اللي بتستضيفنا دايما، واحنا
نتمنى ان شاء الله نكون عند حسن ظن الدوله المصريه ان شاء الله. اشكرك سياده اللواء، هنروح فاصل مع حضراتكم ونرجع عشان الفقره الثانيه ودكتور عادل كريم، وهنتكلم بقى في ملفات مختلفه منها طبعا النادي الاهلي والقطن الكاميروني، هذه المباراه هرجع اقول ثاني التي لا تقبل القسمة على اثنين. فاصل ونرجع نكمل. عودة العشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. النهاردة الدنيا هتولع بالمعنى الحرفي يا حضرات، ماتشات الإياب في دوري أبطال أوروبا هنتكلم عنها وبالتفصيل، ده غير مجموعة أخرى من الملفات اللي هنفتحها مع ضيفنا اللي منورنا النهاردة، سواء عن النادي الأهلي أو حتى عن يعني محليا أو كمان قاريا، كل دي أمور هنتكلم فيها مع ضيفنا الدكتور عادل كريم الناقد الرياضي. يا صباح الخيرات وأهلا بحضرتك. صباح الخير يا كريم. صباح الخير. بونجور جدا. بونجور يا فندم. لا منورنا حقيقة دكتور عادل، وقراءة بتبقى دايما في فترات مهمة، يعني احنا عندنا مباراة مصيرية إن شاء الله يبقى خير على النادي الأهلي يوم الجمعة. خلينا نبدأ من، مش هقول بقى اللي فات لأن اللي فات ليس الأفضل، يعني خلاص اللي فات ليس الأفضل، فأنا عايزة سكيبت. خلينا نبص لمباراة القطن الكاميروني التي لا تقبل القسمة على اثنين، أنت ما عندكش رفاهية أبدا غير أن أنت تفوز تركز عشان يبقى بطاقة الصعود لربع النهائي. خلينا نبدأ من هنا. زي ما قلت خلاص، ما هي هي ملهاش يعني، ده برضه سؤال ملوش ملوش لا 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 له اجابه. النبي حضرتك واسع معانا والله ما شاء الله. لا لا انا قصدي ان هي خلاص ما فيش حسابات، يعني ما فيش بقى ان احنا نعمل ايه، لا هو لازم نكسب، ما فيش اي نتيجه ثانيه. وللاسف يعني مش هتكلم في اللي فات، بس هو اللي فات كان هيدينا رفاهيه ان انا يبقى مصيري في ايدي، انا دلوقتي مصيري مش في ايدي كده الامور بالظبط، انا اللي في ايدي ان انا اكسب الماتشين واستنى. بالمناسبه الحكايه متوقفه فقط على ان احنا نفوز ماتش القطن الكاميروني، ولا برضو في حسابات تانية تخص الهلال وتخص سان داونز؟ ما انا مبقاش كده بقول حكايه، انا مصيري مش في ايدي دلوقتي، انا مصيري في ايدي ان انا اكسب الماتشين، انما لو الهلال كسب سان داونز خلاص الامور اتحسمت، لان انا المواجهات المباشره بيني وبين سان داونز خلاص في صالح سان داونز، فانا اقصى حاجه ممكن اوصل لها 10، سان داونز حاليا 10، فانا هفترض انه خسر الماتشين حتى، فانا مش هقدر يعني اتجاوزوه خلاص، هو يعتبر صعد رسميا. الهلال لو عدى الرقم 10 ده هيعمله لو كسب الماتش الجاي، فبرضه يبقى تجاوزني، فانا عشان كده ما فيش قدامي غير ان انا اكسب الماتشين والهلال ما يكسبش سان داونز، يا اما يتعادلوا يا اما سان داونز يكسب. وبعد كده كمان بقى ابتدي افكر في ماتشي مع الهلال، هل انا محتاج اكسب 1-0 بس ولا محتاج اكسب 2-0 كمان، لان مواجهتي المباشره مع الهلال خسرانين 1-0 للاسف. احنا حطينا نفسنا في الموقف ده، لكن يعني خلينا نقول ان عندنا ثقه ان احنا اتحطينا في موقف ده كتير وقدرنا نخرج منه، فاتمنى ان احنا نعرف نخرج منه المره دي كمان، ومش هتبقى غير بكده غير ان احنا نكسب القطن، نستنى نشوف هيحصل ايه في ماتش سان داونز، وبعدها نقدر نحسم ماتش الهلال هنا وبنتيجه تسمح لنا بالتأهل. يا مسهل الحال. طيب احنا هنستاذن حضرتك بس نروح لدقائق معدوده على مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان زميلتنا العزيزه ساره حامد موجوده هناك عشان تعرفنا على اخر الاخبار واخر المستجدات. ساره صباح الفل عليكي، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، طبعا برحب بيك واكيد برحب بيك انا هواند وبضيفكم طبعا دكتور عادل كريم الناقد الرياضي وبكل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. وزي ما انت قلت يا كريم، يعني حاليا انا متواجده داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره عشان انقل لكم يعني كل الامور المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. ويمكن خلينا نبتدي طبعا معاكم بالفريق الاول للكره الطايره رجال الماسترز طبعا تحت قياده الكابتن ميدو مسلحي. ان شاء الله يعني طبعا بعد ما الماسترز او فريق الكره الطايره فازوا على نادي الطيران في الدور الثمانيه من بطوله الدوري والتاهل لنصف النهائي من البطوله، النادي الاهلي لسه يعني منتظر ان شاء الله يعني هيوجه طبعا في نصف النهائي نادي سموحه، منتظر من قبل الاتحاد المصري لكره الطايره انه يتم تحديد يوم المباراه وكمان يعني انهي ملعب هيتلعب عليه، فلسه النادي الاهلي في انتظار يعني قرار من الاتحاد المصري، ولكن من هنا لحد لما يطلع قرار ان شاء الله بخصوص مباراه النصف النهائي امام نادي سموحه، النادي الاهلي عنده ان شاء الله يعني مباراه يوم الجمعه وهيكون مع نادي الترسانه في الدور الثمانيه من بطوله كاس مصر، وان شاء الله البطوله دي او المباراه دي هتقام على يعني صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينة السادسة من أكتوبر. ده بالنسبة لي فريق الطايرة، بالنسبة لي كمان فريق الطايرة ولكن السيدات تحت قيادة الكابتن حمدي الصافي النهاردة إن شاء الله عندهم تمرين الساعة 6 استعدادا للمباراتين إن شاء الله في بطولة الدوري الفترة الجاية. ويمكن شفنا يعني الأيام الماضية فريق الفتيات الذهب أو فريق كرة الطايرة فازوا على نادي هليوبلس في يعني الأيام الماضية، ويمكن ده كان دور الثمانية من بطولة كأس مصر والتأهل للنصف النهائي. يمكن إن شاء الله يعني يوم السبت اللي جاي ويوم الأحد يا كريم وأنا هوند هيكون يعني دور الثمانية من بطولة الدوري المصري لكرة الطايرة واللي هيواجه فيها النادي الأهلي إن شاء الله
نادي الزهور. المباريتين دول ان شاء الله يعني هيقاموا بره يعني على الملعب الخاص بنادي الزهور، وده هيكون الدور الثمانيه واللي هيقام بالنظام ده بيست اوف 3 ان المفترض ان شاء الله يعني عشان الفريق الفائز يضمن التاهل ليه يعني المرحله اللي جايه لازم يكسب مباريتين من اصل ثلاث مباريات عشان يضمن التاهل لمباراه النصف النهائي. كمان سيدات كره الطايره النهارده ان شاء الله عندهم تمرين الساعه 7، يمكن النهارده كان عندهم يعني مباراه مع نادي الزمالك، ويمكن دي كانت رابع الجولات من مرحله الدور الاياب او الدور الثاني من بطوله الدوري، ولكن تم الغائها بعد ان طبعا نادي الزمالك انسحب من بطوله الدوري. ويعني طبعا طبقا للائحه للاتحاد المصري لكره السله انه اي فريق يعني ينسحب من بطوله الدوري يعني يهبط للدرجه الثانيه. فالنهارده مباراه نادي الاهلي مع نادي الزمالك تم الغائها، والفريق النهارده هيتمرن بشكل طبيعي وهيستعد ان شاء الله للمباراه القادمه واللي هتكون يوم الجمعه الساعه 6، ودي هتكون مع البنك الاهلي ضمن منافسات بطوله الدوري وهتقام على صاله مركز شباب الجزيره. كمان سيدات او يعني السيدات كره اليد النهارده برضه عندهم تمرين الساعه 6 وهيستعدوا بشكل قوي للمباراه اللي جايه ان شاء الله امام سبورتنج. وكمان رجال كره اليد النهارده عندهم تمرين الساعه 4 وعندهم مباراتين مهمين جدا في بطوله الدوري هيكونوا يوم الخميس والجمعه اللي جايين. يعني اول مباراه يوم الخميس هتكون مع البنك الاهلي، ويوم الجمعه هيكون مع نادي سبورتنج، والمباراتين دول هيكونوا الساعه 4 عندنا يعني طبعا هتقام على الصاله عندنا على صاله الامير عبد الله الفيصل داخل مقر النادي. يمكن دي كانت يعني سريعا يا كريم ونهاوند كانت كل اخبارنا المتعلقه بالنادي الاهلي وجميع فرقه الرياضيه. طبعا انا معاكم لو في اي سؤال، ولا انا عوده مره اخرى للاستوديو طبعا الكلمه ليك يا كريم. تفضل. مفيش اي اسئله، مالكيش عندنا غير كل الشكر زميلتنا العزيزه سارة حامد على هذه التغطيه المتميزه كالعاده، شكرا ليكي. يا سلام، من الناس الشاطره جدا يعني. بس كلهم الحقيقه عاملين تغطيات دايما متميزه الحقيقه يعني. طمنا بقى دكتور، طمنا والله ان شاء الله. ان شاء الله خير. طمنا والله، لان احنا اوكي ممكن نكون كجماهير زعلانين، لكن احنا واثقين ان لازم هيكون في مصالحه من الفريق عندنا ان شاء الله، وبدايه او بدايتها هتبقى يوم الجمعه مع القطن الكاميروني. ولو احنا بصينا برضو لتاريخ المواجهات والفارق وغيره، اكيد الكفه شويه للنادي الاهلي، لكن برضو اكيد هتكون مباراه صعبه يعني ان شاء الله. طمنا يا دكتور، حسيت بقى افلام الستينات قوي، عارفه اللي هي المدام محتاجه تروح العزبه يومين عشان يعني لو مراد باشا هناك نروح. انا رايي ان الحلقه دي لو بعدين دكتور عادل كل حاجه نقولها ان شاء الله ان شاء الله خير. لا احيانا ربنا يصلح الحال وخلاص الاجابه بتخلص. طب العافيه حكمت معلش. العقوبات اللي احنا مرينا بيها الفتره اللي فاتت المفروض يعني او المنطق يقول ان ينتج عنها حاجه من اثنين، تمام؟ ان احنا نشوف حاجه من اثنين في الماتش اللي جاي، يا اما ننزل الملعب بالمعنى الحرفي، هو تعبير مجازي بس نحوله لتعبير حقيقي واقعي، ناكل النجيل عشان نكسب المباراه وكل المباريات القادمه، او ان احنا نبقى نازلين وعلى اكتافنا برضو لسه بقيه الهم ومهمومين او في شيء من الاحباط. لا مش المفروض ان ده يحصل، لان انت المفروض عندك خبره كبيره قوي بالمواقف دي، ان خلاص زي ما اول كلمه قلناها خلاص الماتش اللي فات عدى وصفحه اتقفلت، ما ينفعش ان افضل عايش فيه، يعني اعيش فيه ان انا اصلح اخطائه، انما انا هفضل عايش بالضغط بتاعه يبقى مش هعرف اخش للي بعد كده. ولازم واعتقد لعيبه الاهلي عندها الخبره دي المفروض، والجهاز الفني والحاجات دي، انا خلاص كل مباراه بتنتهي بالصفاره الحكم فيها، انا اتعلم من الدروس بتاعتها، لكن لازم العب على اللي بعد كده. انا ما ينفعش ان انا حتى لو فرضا يعني لا قدر الله خرجت من البطوله رسميا ولسه عندي ماتش، مش هلعبه وانا مستسلم، لازم برضو العب عشان اثبت وجهه نظر معينه، اثبت وجودي في الملعب، استعد للي بعد كده. يعني الدنيا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحه، انت عندك في اخر 6 بطولات افريقيا وصلت النهائي في 5 منهم، فده رقم طبعا كبير مميز طبعا. جدا، خدت البطوله مرتين وخسرت النهائي 3 مرات، ده مش يعني مش حاجه كويسه بالنسبه لك، المفروض انت كل نهائي بتلعب على ان انت تكسب طبعا. لكن انت عملت حاجه كويسه، فلا قدر الله لو انت خرجت السنه دي ده برضو مش كارثه، دي مش مصيبه يعني، دي حاجه ده حاجه سيئه بالنسبه لك، لكن هتتعلم. يبقى ده الخطاب انا مش يعني انا مش بقول، لا انا مش بتكلم على، انا بتكلم جنرال عموما يعني، بس بفترض ان يعني لا قدر الله ده حصل، انا لسه عندي دوري، لسه عندي كاس مصر بتاع السنه اللي فاتت، لسه عندي كاس مصر بتاع السنه دي، لسه عندي بطوله افريقيا الجديده اللي هي والسوبر الدوري السوبر الافريقي. مقابل عندك جمهور ليه خصوصيه شديده، انا بتعامل مع المركز الثاني ناهيك عن الخروج من البطوله، فكره ان المركز الثاني مش مرضي بالنسبه له، دي حاجه كويسه، ترضي جمهور عنده التعطش ده لل، انا بقول لك دي حاجه كويسه، بس انا بتكلم في نقطه احنا بنقول الاصل ضغط اللي حصل وكده ماشي، هفترض ان لا قدر الله الامور ما مشيتش في اللي انا عايزه، مش هقف
انا عندي حاجه كتير قوي لازم اكمل طبعاً. فلازم زي ما بنتكلم انا حصل لي مشكله كبيره، حصل لي نتيجه سيئه جدا بالنسبه لي انا تعتبر حاجه كارثه، لان انا ما ينفعش ان انا استسلم بالشكل ده طبعاً. لكن ده مش معناه ان انا هقف، انا لازم اكمل، لازم اكسب الماتش الجاي، هشوف هيحصل ايه في تاني يوم، وبناء عليه قرر هيحصل ايه في الماتش اللي بعديه مع الهلال. في نفس الوقت انا راجع عندي ماتشات الدوري اللي انا متصدره، راجع عندي نهائي كاس مصر بتاع الموسم اللي فات، وعندي كاس مصر بتاع السنه دي، راجع بفكر في السوبر، دوري السوبر اللي هيبتدي في اغسطس اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله نكون عدينا من المجموعه ونفكر في دور الثمانيه هنلاعب مين وهنعمل ايه. بس هي الفكره زي ما بقول لك، انا مش كلامي مش معناه ان انا يعني خلاص بقى احنا كده خرجنا، لا انا بقول بس ان حتى لا قدر الله لو حصل اي سيت باك او اي حصل اي نتيجه مش في صالحي، ده مش معناه ان الدنيا هتقف. ما هي الدنيا مش هتوقف، بس انا عشان اخسر مثلا ثلاث سي لا قدر الله خسرت بطوله ما علشان اقدر اكمل، اما انا هكمل بانهي صوره؟ يعني بمعنى انا هخسر بطوله لا قدر الله، مش يعني احنا بنقول بنفترض ليه الاسباب اللي انا خسرت البطوله عشانها، هل هي الاسباب دي اللي هتخليني بعد كده اكمل بمستوى افضل في البطولات اللي فاضله، ولا برضو نفس المشاكل هاخدها معايا البطولات الاخرى؟ ما ده المقلق بقى. هنا بقى، ما هنا بقى فكره التخطيط، لازم يبقى عندي خطه بالزبط. اللي هي ايميديت، خطه تتعمل فورا، ولازم عندي خطه طويله المدى، لازم عندي خطتين والاثنين ماشيين في نفس الوقت. انا عارف اهدافي ايه، انا عارف ان انا داخل الموسم عايز ايه من الموسم، تمام، عندي المقاومات اللي تخليني احقق اللي انا عايزه ده ولا لا. المقاومات اللي عندي اللي انا اختبرتها، انا شايف ان محتاجه تدعيم، شايف ان في عناصر ممكن خلاص ملهاش دور اكتر من كده، وشكرا على اللي يعملوا، واشوف على عناصر تانية، شايف ان في اماكن معينه ادعم فيها. هنلحق نعمل ده في الفتره ده اللي احنا عندنا كل، ما هو ده اللي انا بقوله بقى، فكره ان انا عندي خطه فوريه وخطه طويله المدى. انا فوريه، انا عندي زي ما كنت حضرتك بتقولي عندي ماتش كل 3 ايام. ما هو ده العلاج ده مش هينفع للموسم الحالي، تمام. ده يبقى موسم بعد كده، تمام. يبقى انا ابتدي من دلوقتي اجهز نفسي بحيث ان انا اول ما تبتدي فتره الانتقالات مثلا، يبقى انا محتاج 1 2 3 1 2 3 تكون مجهزه من دلوقتي، بحيث ما يجيش فتره الانتقالات تبتدي وانا لسه بفكر، فتكون الفتره خلصت وانا ما عملتش حاجه. انت بتشوف ليه يا دكتور عادل؟ ولا بقولش دكتور ولا ايه؟ براحتك خالص. يعني هنقول ايه؟ اكيد مش هقول عادل. اللي انت شايفاه. شوف يا دكتور، والله العظيم مش عارفه اكمل فقط. لا ريهام، لا بس يا ريهام. لا براحتك. طب انا نسيت والله كنت عايزه اقول ايه؟ على اللعيبه اللي احنا محتاجينهم. ايه؟ وانت بصدد طرح السؤال، كانت نيتك ايه؟ طب اخده وانا في حته ثانيه بسرعه بسرعه. بصي انا هاخده دوري ابطال اوروبا وارجعه لك تاني. تعالى نروح مؤقتا لدوري ابطال اوروبا. النهارده طبعا في ماتشين مهمين، بس للامانه هو ماتش بكره اللي اهم، يعني ماتش ريال مدريد وليفربول ده اللي الناس كلها كمل اكبر من البشر قاعدين ومستنيين يعني يتفرجوا على العظمه اللي هتحصل. فشايف فرص ليفربول عامله ازاي في الماتش ده، ولا سيما ان اخر لقاء جمعهم كانت النتيجه لصالح ريال مدريد وفرق كبير كان 5-2؟ لا ماتش صعب طبعا اكيد، لان ليفربول صعب الامور على نفسه من ماتش الذهاب، كان كسبان 2-0 وبعدين حصل انهيار غريب يعني في الماتش، فالامور صعبه. مبرر في رايك ولا غير مبرر؟ هو السنه دي مفيش حاجه في ليفربول مبرره، السنه دي بتشوف ليفربول بيكسب يونايتد 7-0 وبيعمل ماتش مثالي غريبه جدا، ويجي بعدها باربع ايام يخسر من اخير الدوري بورنموث 1-0. فالسنه دي مفيش حاجه مبرره، الموسم غريب جدا في ليفربول، في اسباب كتير جدا تسببت في ده، لكن هو خلاص يعني موسم للنسيان زي ما احنا بنقول يعني. والهدف الرئيسي دلوقتي عند ليفربول اصبح ان هو ينهي الموسم في الاربعه الاوائل عشان يلعب دوري ابطال اوروبا السنه الجايه. ماتش ريال مدريد مش سهل طبعا خالص، لانك بتلعب مع فريق اولا بيخش دوري ابطال اوروبا بيتحول، يعني هم في الدوري الاسباني حالته مش هي دي، مش هو ده ريال مدريد، بعيد تقريبا 9 نقط عن برشلونه في القمه، فبعيد قوي حتى كمان عن المنافسه، اعتقد برشلونه قريب من الفوز بالدوري السنه دي، لكن هو بيخش دوري ابطال اوروبا بيسمعوا النشيد بيتحولوا بيبقى فريق تاني خالص. فلا طبعا الامور مش سهله، لكن انت عارف الدوري الابطال بالذات عودنا ان مفيش حاجه فور جرانتد، مفيش حاجه مضمونه يعني. بالظبط يعني فاكر لما برشلونه كسب ليفربول 3-0 وكله خلاص كان بيحضر طبعًا نفسه للفاينل، ولقينا ليفربول كسب 4-0 طبعا. فمش بقول ان ده هيحصل، ده صعب طبعا، لكن الموسم ده طبعا لكن ما نقدرش نقول الموضوع مستحيل يعني، بس طبعا في منتهى الصعوبه، لان اعتقد انك تكسب ريال مدريد على ملعبه فرق 3 اهداف والنتيجه صعبه جدا. هو ليه دايما مع بدايه كل موسم تلاقي في بعض الرومرز طلعت او الاشاعات طلعت؟ يعني لو هنروح مثلا للدوري الفرنسي، هتكلم تحديدا عن باريس سان جيرمان، يقول لك ميسي هيترك باريس سان جيرمان، ان هو مش
توفق او مش متساوي مع طموحه. تيجي هنا مثلا في الدوري الانجليزي كلام كتير بقى له شهور يقول لك محمد صلاح مش هيكمل حتى لو عقده هيخلص 25. ليه دايما حتى لو كانت دي رومرز زي ما انا بقول، ليه دايما بيطلع حاجات زي كده، الاشاعات زي كده في وقت صعب يعني للعيبه وللدوري او غيره؟ النجوم اللي هم الميجا ستارز يعني زي ما نقول، اللي صلاح واحد منهم طبعا، ميسي اكيد هو الاكبرهم، دايما حواليهم الكلام ده، وبيبقى ليها برضو عوامل. يعني بيجي طبعا لما فترة الانتقالات او لما الموسم بيقرب من النهاية الموضوع الكلام بيكتر فيه اكتر. طب ميسي الموضوع مبرر يمكن لان هو عقده مع باريس سان جيرمان هيخلص بنهايه الموسم، هو كان في بند يتيح انه يجدد سنه كمان، لكن كل الكلام ان ميسي رفض البند ده، هو مش عايز يجدد سنه كمان، فالكلام دلوقتي دوري الابطال دي حاجه، وعشان هو ممكن يكون اعتقد ميسي هو وجوده في باريس سان جيرمان ما كانش حتى هو مفضل بالنسبه له، هو كان مش عايز يمشي من برشلونه، لكن الظروف اللي حصلت كلها في الوقت ده نتيجه الامور الماليه والامور التعاقديه ومشكله صعب يرجع تاني. ما اعتقدش، لا لا اعتقد هو دلوقتي الكلام اغلبه ما بين ان هو ممكن يروح الدوري الامريكي او ان هو يتوجه للمملكه العربيه السعوديه على غرار كريستيانو رونالدو بالظبط. تخيل يروح الهلال وكريستيانو في النصر ويرجع الكلاسيكو بقى في السعوديه. واو يعني. ده بالنسبه لميسي. صلاح اعتقد الامور لا ممكن تبقى اهدى شويه، لان صلاح جدد عقده الموسم اللي فات، صلاح خلاص اختار ان هو يبقى اسطوره في ليفربول. بس الموسم اللي فات حاجه والموسم ده حاجه ثانيه. ما اعتقدش الكلام هيبقى هو يعني عارفه الميديا عايزه تتكلم، عايزه تلاقي موضوع تعمل فيه هايب يعني، لكن اعتقد هيبقى صعب بالنسبه لصلاح نفسه. هو خلاص صلاح بنتكلم في تقريبا الصيف الجاي 31 سنه، فكره ان انا اروح مثلا هيروح فين، برشلونه او ريال مدريد، لا المنافسه مش نفس المنافسه في الدوري الانجليزي، الدوري الانجليزي في حته تانية مختلفه خالص من ناحيه المنافسه. هو حط لنفسه اهداف مع ليفربول حققها كلها يعني، كل البطولات اللي دخلها كسبها، دوري الكاس، كاس الرابطه، الدرع الخيريه على الصعيد الاوروبي، دوري الابطال والسوبر وكاس العالم للانديه. ما ده اكبر مبرر اصلا ان هو ما يكملش، اصل هيعمل ايه تاني؟ تمام، هي الفكره بقى. طب ماشي انا هروح فين؟ هروح برشلونه مثلا، هبتدي من الاول وانا اتقال ان ممكن يجي، اتقال يعني كانت برضه او يورجن كلوب يمشي، انا مش عارفه حاسه ان هو كفايه كده. لا ما اعتقدش برضه، لسبب ان ليفربول عامل خطه للتدعيم بشكل كبير جدا الصيف الجاي. الفكره ان الاداره كانت عرضت لبيع اسهم النادي، لكن هي استقرت دلوقتي على بيع جزء من الاسهم فقط، مش بيع النادي بصفه كامله، مش بيع كله، عشان يدخل تمويل كبير، وده اللي متوقع في الصيف الجاي، ويدي يورجن كلوب مساحه كبيره جدا لتدعيم الفريق. الكلام دلوقتي انه من 200 ل 300 مليون استرليني هيتصرفوا في الصيف كده، متاخرين جداً فيها جدا، خطوه متاخره جدا، وبيدفعوا ثمنها في الموسم ده. طبعا في الموسم ده دفعوا ثمنها في كل حاجه، غالي كمان بالظبط. لكن الكلام كله زي ما بيتقال كده، ان هو لان كمان كان غضب جماهيري كبير جدا على الاداره، الكلام في انجلترا كبير قوي على اف اس جي اللي هي مجموعه فينواي اللي هي بتدير النادي، عليها غضب كبير جدا، فهم عايزين يحتووا الغضب ده بصرف الكلام دلوقتي من 200 ل 300 مليون استرليني في الصيف الجاي على اكتر من صفقه. ده هيعمل تدعيم كبير جدا. صلاح زي ما كنا بنقول هو بقى رمز للمدينه كمان مش للنادي بس. هو بنتكلم في ان اكبر رموز النادي طالعين يقولوا ان احنا فخورين باللي هو بيعمله، فخورين بان هو بيكسر ارقامنا احنا شخصيا. روبي فاولر بيقول كده، كيني دالجلش بيقول كده، شفنا الحوار بتاعه مع ستيفن جيرارد كان عامل ازاي. فاعتقد لا صعب صلاح يضحي بكل ده في الوقت الحالي. عموما بالنسبه للنجوم الاستثنائيين في عالم كره القدم الحسابات بتاعتهم بتكون معقده قوي. طبعا يعني احنا من بره ممكن نبقى شايفين ان عنصر الجذب الاول والرئيسي هو الاموال الطائله، وقد يكون ده حقيقي الى حد بعيد، لكن برضو داخله في الحسبه شويه تفاصيل تانية، منها بالذات زي حد زي محمد صلاح، فكره ان هو فعلا تحول الى اسطوره في ليفربول، فمش بالسهل انه ينسلخ من ده ويروح يبتدي من اول وجديد في مكان تاني. بالظبط، هو انا كنا بنتكلم في ان فكره التحدي برضو في الحته دي مش سهله يعني. يعني بنتكلم مثلا لو صلاح 25 26 سنه اقول لك لا لسه ممكن ياخد تحدي جديد دلوقتي، خلاص هو شايف انه عمل اللي هو عمله، انما 31 سنه سن برضو بالنسبه لعيبه الكوره مش سن بدايه تحدي جديد، هو سن ان انا زي ما بنقول كده يرسخ الاسطوره، او لما يوصل لمرحله ال 35 36 زي ميسي ان انا خلاص بقى بنهي كاريري بان انا في مستوى تنافسي اقل ورايح نفسي وهدي الدنيا زي ما كريستيانو عمل مثلا، زي ما ميسي بيفكر. راضي عن الخطوه اللي عملها كريستيانو انت شخصيا؟ يعني جدواها ايه في رايك؟ بص بالنسبه له هو انا شايف انها ما فيهاش مشكله خالص. بالنسبه للدوري السعودي طبعا دي يعني ابجريد رهيب، وحاجه خلت الاعيون كلها على الدوري السعودي بشكل كويس جدا. هو بس مشكلتها الوحيده ان كريستيانو نفسه هو اللي كان دايما يعني مش عايز اقول بيتريق، بس هو كان دايما بيقلل من الناس اللي بتعمل كده. يعني في اكتر من حوار، اخرهم حوار بيرس مورجان الاخراني، قال لا انا عمري ما هلعب لا في السعوديه ولا في قطر ولا في امريكا، ولا شايف ان اللي بيعمل كده ده بيهين نفسه. بعدين انت قبلت الخطوه، فانت بس يعني ما حسبتهاش صح.
انما دلوقتي لا طبعا هو عمل يعني شايف الناس الزخم اللي معمول حوالين الدوري السعودي حوالين مباراه النصر تحديدا. بس النصر قدام الاتحاد مش الافضل حتى مع كريستيانو يعني ده مرتين مش مره واحده مره في السوبر ومره في الدوري. اتعصب قوي اخر مباراه بس انا خلينا احنا بنشجع الاتحاد. بس هو ضحكني وعمل كده ليه؟ احنا بنشجع. لا مش عمل كده ليه والله عشان هو خرج متعصب قوي يعني حسيت يعني انا بحبه بس حسيتها حركه تضحك يعني عشان هو بص حاطط في دماغه فكره ان انا رايح الدوري ده ما فيش حد قدي انا اجمد حد اي ماتش هلعبه انا لازم اكسب. فهو فكره ان الاتحاد تحديدا كسبه في السوبر السعودي وخد منه اللقب وبعد كده بيكسبه في الدوري وبيعتلي قمه الدوري ده مديله احساس. بس خلي بالك كريستيانو من الواحد عارفه يعني هينزل يموت نفسه الماتشات الجايه يعني مش هيخلي ده الاحساس ده يرجع له تاني يعني طبعا عشان حتى يعني يبرهن للكل ان انا قراري ما كانش خاطئ بان انا موجود هنا وبلعب في الدوري ده مع نفسي الفريق. نفسي الاتحاد ياخد الدوري عشان حجازي بصراحه. حجازي الماتشين ما لبسوش كوره يعني ما خلاش كريستيانو يلبس كوره. غريبه قوي دي ما كانتش متوقعه بالمناسبه يعني. لا هو برضو مش مفهومه شويه. لا لا هو زي ما بقول لك برضو هي فكره هو اكيد برضو من جواه يعني كريستيانو من جواه في سنه تعالي شويه يعني انا جاي منين وبلعب فين وبتاع اكيد في سنه واخد برضو هاتريك وسوبر هاتريك فممكن بالظبط فحاسس ان انا يعني مثلا بعد 3 4 ماتشات انا بنافس على هداف الدوري السعودي فدي برضو بتدي سنه كده. ولا قصه ان هو ما يعرفش يؤدي لوحده برضو يعني اكيد السكواد اللي معاك بيفرق بشكل كبير. ما هي لعبه جماعيه. بص يعني مقوله ان فلان جاب بطوله لوحده دي اكذوبه دي اكذوبه يعني بطل الواحد انا ممكن الفريق ما يقدر يعني ما كنتش هعملها من غيره بس هو مش هيعملها لوحده يعني على سبيل المثال ميسي ما جابش كاس العالم لوحده هو كان له الدور الاكبر كان الارجنتين عمرها ما هتوصل لده من غيره لكن مش برضو ايميليانو مارتينز كان له دور مهم جدا ليزاندرو كان له دور مهم جدا ماكاليستر كان له دور مهم جدا يعني لو هو راح يلعب لوحده مش هياخد البطوله. فهي فكره النجم الاكبر دي مهم بس مش هو مش هياخد مش هيعمل حاجه لوحده مستحيل أكيد. يكسب بطوله لوحده أكيد. طب بالنسبه لنجومنا المحترفين في الدوريات الاوروبيه المختلفه تعالى نستثني محمد صلاح لان هو ظاهره متفرده وتفاصيلها كمان ليها خصوصيه شديده جدا بس بقيه اللعيبه المصريين بقى شايف مين اكثرهم تالقا في الدوري اللي هو بيلعب فيه او مع الفريق اللي هو بيشارك معاه؟ احنا عندنا كذا حد بيشترك بس عارف الموضوع متفاوت زي ما قلت صلاح حاجه مختلفه تماما طبعا لان احنا مثلا عندنا تريزيجيه وصل لمرحله كويسه لعب في الدوري الانجليزي في استون فيلا اثبت نفسه لكن رجع خطوه لورا مع ترابزون هو حاليا من نجوم ترابزون وماشي بشكل كويس جدا لكن برضو يعني كنا نتمنى انه يفضل في انجلترا على الاقل يعني يمكن مرموش السنه دي عمل موسم كويس قوي مع بوليسبورغ انني بس الاصابه ابعدته شويه لكن هو انني له دور حلو قوي مع ارسنال حتى بره الملعب يعني هو فكره انه كمان ان هو رغم اصابه بعدته يمكن هتبعده لنهايه الموسم ومع ذلك ارسنال حريص جدا على تجديد عقده وبيعلن ده فهو ده واضح انني له دور مهم جدا 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 سواء في الملعب او حتى في اوضه اللبس وارتيتا نفسه دايما بيقول كده ان انا عندي كابتن محمد هنيدي ده واحد من كباتن الفرقه واحد من اللعيبه اللي عليها دور حتى نفسي كمان واتمنى ان ارسنال يقدر يكمل المنافسه على الدوري السنه دي ويفوز باللقب هيبقى حاجه تقريبا هو الاقرب دلوقتي بلا يعني يعني انا شايف ان هو لا يعني هو ماشي مانشستر سيتي مانيش لاخر لحظه يعني مع سيتي مع بس مانشستر لان خاصه انهم هيلعبوا بعض تاني لان اللي في ماتش تاني في الدوري فده لو سيتي كسب هيفرق نقطتين ولسه فاضل 11 ماتش او 12 ماتش لا الموضوع لسه في كلام بس اعتقد ارسنال الافضل هذا الموسم حقيقة. من مان سيتي ومن مان يونايتد من خلينا من أي فريق. بغض النظر عن الترتيب كمان لا يعني. هو الافضل في انجلترا بلا جدال يعني هو احسن برافو عليهم ده يمكن من 2003 و4 ما حققوش هذا بالزبط. المستوى يعني هنروح لجنوب افريقيا بس هنرجع على طول يعني بنروح كواليس بعثه الاهلي وزميلنا العزيز طبعا المتواجد هناك مع البعثه فاروق صلاح. فاروق بونجور عليك اكيد بنصبح عليك ومحتاجينك تطمنا اكتر وتقول لنا الاستعدادات بقى على الاصعده المختلفه فنيا ونفسيا والاجتماعات والكواليس والجدول النهارده ازاي وطبعا هم استأنفوا تدريباتهم صباح اليوم خلينا نعرف منك كل ده اتفضل يا فاروق. يعني خليني في البدايه صب عليك انا وانت صب على كريم وصبح طبعا على القيمه الاهلاويه اللي بنعتز بيها طبعا الدكتور عادل كريم واحد من اللي احنا دايما بنعتز بيهم وبصبح على كل مشاهدينا مشاهده ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. خلاص انا هوند بدانا والفريق طوى تماما صفحه مباراه ماميلودي سان داونز وبدانا التحضير طبعا لمباراه القطن الكاميروني اللي بنأكد على اهميه هذه المباراه وصعوبه هذه المباراه بالنسبه للاعبين النادي الاهلي. مباراه بتيجي في توقيت صعب جدا بعد تجاوز يعني بعد مباراة وهزيمة أمام فريق ماميلودي سان داونز ولكن مفيش بديل أمامك سوى الفوز في هذه المباراة وإحراز الثلاث نقاط وانتظار القادم من المباراة بإذن الله. لكن إن شاء الله لاعبي النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا قادرين إن شاء الله على وجود يعني نقدر نقول أي 11 لاعب يكون موجود في الملعب إن شاء الله يتحلوا بشخصية النادي الأهلي. النادي الأهلي
اللي اعتقد بتبقى كلمه السر في كتير من المناسبات. منذ قليل يا نهواندي يعني لو هنتكلم طبعا على تفاصيل اليوم، طبعا بالامس كان مستر مارسيل كولر منح اللاعبين راحه سلبيه، اكتفى طبعا بالجانب الاستشفائي للاعبين طبقا للبرنامج الاستشفائي الكامل اللي وضعه مع رئيس الجهاز الطبي الدكتور احمد ابو عبله، وبالتالي الفريق لم يؤدي تدريب بالامس. النهارده الفريق هيستأنف تدريباته، يعني هيبقى التحرك من فندق الاقامه هتبقى في تمام الساعه 12 ظهرا، ثم التوجه الى ملاعب جامعه بريتوريا، واداء التمرين هيكون في تمام الساعه 12 والنصف على ملاعب جامعه بريتوريا. منذ قليل كان اجرى الفريق المسحه الطبيه الخاصه بالدخول الى الاراضي الكاميرونيه. طبعا دكتور عادل يعني اكيد هيتكلم في هذا الامر، ان الكاميرون في بروتوكول الموضوع ممنوع الدخول الى الكاميرون دون اجراء مسحه طبيه، لذلك افراد البعثه بالكامل في النادي الاهلي اجروا المسحه الطبيه قبل التوجه الى الكاميرون غدا باذن الله. طبعا الفريق هيؤدي مرانه اليوم وتدريبه اليوم على ملاعب جامعه بريتوريا. عايز اطمنك خلاص على حاله اللعيبه، عايز اطمنك على بالتحديد المصابين محمد عبد المنعم. خليني انا وانت اكد لك جاهزيه محمد عبد المنعم لمباراه القطن الكاميروني زي ما صرح لنا واكد لنا الدكتور احمد ابو عبله، جاهزيه محمد عبد المنعم خلاص ان شاء الله واحد من العناصر اللي يكون موجود معانا في هذه المباراه. ايضا جاهزيه حسين الشحات الى جانب طبعا خالد عبد الفتاح، طبعا مع عوده عمرو السوليه واحمد عبد القادر اللي شاركوا على يعني لدقائق في مباراه ماميلودي سان داونز. الفريق طبعا النهارده زي ما قلنا هيؤدي تمرينه على ملاعب جامعه بريتوريا، ثم وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه 3:30. مستر مارسيل كولر هيعقد محاضره بالفيديو مع اللاعبين في تمام الساعه 7:30 للحديث عن كل التفاصيل والامور الخاصه بمباراه القطن الكاميروني. اتفرج وتابع على كل المباريات الخاصة بفريق القطن الكاميروني، وقف على نقاط القوة والضعف، والنهاردة هيعقد محاضرة مع اللاعبين. غدا بإذن الله هيكون المران الأخير للنادي الأهلي في جنوب إفريقيا صباحا قبل التوجه والسفر إلى الكاميرون، وبالتحديد جروة اللي هيكون في تمام الساعة 2:00 ظهرا. إن شاء الله الفريق هيأدي مران صباحي ثم التوجه إلى جوهانسبرغ اللي بتبعد عن بريتوريا ب 45 دقيقة، ومن ثم استقلال الطائرة الخاصة من جوهانسبرغ إلى مطار جروة. إن شاء الله في رحلة الطيران هتستغرق الأربع ساعات ونصف إن شاء الله، يعني كل الأمور وكل الكواليس والترتيبات اللي بتتم من خلال رئيس البعثة النادي الأهلي عضو مجلس إدارة أستاذ طارق أنديل مع معالي السفير مدحت المليجي سفير جمهورية مصر العربية لدى الكاميرون، والتنسيقات والترتيبات اللي بتتم لاستقبال بعثة النادي الأهلي. أيضا يعني طبقا برضو للأمور الطبية اللي بيأكد عليها الدكتور أحمد أبو عبلة، الفريق بدأ من اليوم أو البعثة بالكامل بدأت طبعا يعني في أخذ الحبوب الخاصة بالملاريا طبعا طبقا للاحترازات الطبيه اللي وضعها الجهاز الطبي للنادي الاهلي. بطمنك ايضا يا نهواند الحاله النفسيه خلاص اللعيبه، الزعل موجود ومش هنقدر ننكر ان الزعل مش موجود، لا الزعل موجود، ولكن عندنا مرحله اهم، عندنا مباراه القطن الكاميروني، يعني هنركن الزعل شويه، لكن عندنا ان احنا مباراه القطن الكاميروني لازم نحقق فيها الانتصار، وان شاء الله ان شاء الله انتصار، يعني ننتظر ان شاء الله القادم من المباريات مباراه الهلال، وايضا هننتظر مباراه الهلال مع ماميلودي سان داونز. نتمنى كل الخير ويبقى في بدايه زي ما كنا بنتكلم يا فاروق لمصالحه الجماهير، ويكون في الاداء اللي يليق طبعا بالنادي الاهلي اللي احنا نعرفه. باذن الله كل الخير، وتحياتنا ليه بقى البعثه يعني سلم لنا عليهم، وقول لهم ان اكيد كل الجماهير الاهلاويه بتدعي وفي ظهرهم موثقين ان شاء الله ان هيكون ماتش ومباراه حلوه على الصعيد هنا النتائج واكيد الاداء. متابعين معاك لحظه بلحظه لغايه المباراه ان شاء الله يوم الجمعه، قبل وبعد كمان المباراه، وتغطيتنا اكيد مستمر على قناة النادي الأهلي. شكرا ليك زميلنا العزيز فاروق صلاح. كويس احنا نطمن برضو طبعا، مهم جدا ان شاء الله خير. نفسك تسأل استاذ عادل يعني حجم الطمأنينة جواك واصلة لفين؟ لا ان شاء الله يعني انا حاسس ان احنا هنكسب ان شاء الله ماتش يعني القطن. احنا متفقين ان الحسبة اتعقدت وان المهمة مش سهلة بالزبط. لكن برضو اكيد في مساحة كافية لان النادي الأهلي كونه النادي الأهلي يعني يعمل ريمونتادا على نفسه انجاز التعبير ويرجع مره تانية ويمشي في التراك الطبيعي انه يكون ماشي فيه. احنا تعودنا ان احنا لما بنعقدها بايدينا بنعرف نحلها، يعني احنا يمكن اللي عملناه كان السنتين اللي فاتوا، السنه اللي فاتت انا فاكر كنا في نفس الموقف تقريبا، يعني بعد الجوله الرابعه كان برضو فاضل لنا، كان عندنا 4 نقط وكان لازم ناخد ال6 نقط اللي بعدها، وقدرنا ناخد ال6 نقط ونوصل وكملنا المشوار لغايه النهائي. فاعتقد ان هو يعني بس الفكره زي ما بقول لك ان احنا ناخدها واحده واحده. انا بحب دايما فكره انك تفكر في الماتش الجاي، لانك لو قعدت تفكر في اللي بعديه هتخسر اللي جاي ده. ده يمكن ده احنا
ده وقعنا في الغطاء ده اكتر من مره. وده يمكن اللي حصل في ماتش الهلال اول ماتش، وده اللي عملنا الموقف لغايه دلوقتي ده. لان احنا جاي راجعين من كاس عالم الانديه بنفكر لا صن داونز ماتش صعب والفرقه وعايزين، لا ما انت ما كسبتش الهلال لسه، فده اللي حطينا في الموقف ده. احنا ماتش الهلال ده هو اللي عمل كل الازمه دي كلها. فنفكر بس في ماتش القطن، نفكر ان احنا ناخد الثلاث نقط باي طريقه في ماتش القطن، وبعد كده نشوف الدنيا هتمشي ازاي. بس ان شاء الله يعني انا عندي ثقه ان احنا زي ما كنت بقول، حتى لا قدر الله لو ما فيش نصيب في افريقيا السنه دي، ان انا هقدر اقف تاني، هقدر اكسب اكمل بس في المنافسات المحليه اللي انا موجود فيها، وافكر في السنه الجايه هيبقى عندي دوري ابطال وعندي سوبر افريقي كمان الاثنين، دوري السوبر الافريقي. فلازم افكر في كل البطولات دي، نحط زي ما كنت بقول الخطه الفوريه اللي هي اللي احنا ماشيين فيه، ونفكر هنعمل ايه الموسم الجاي، ايه التدعيمات اللي احنا محتاجينها، سواء في اللعيبه سواء في الطريقه سواء في كل في الشغل بتاعنا كله، والدنيا ان شاء الله هتتحرك. يعني احنا ياما اتعودنا لظروف زي دي وخرجنا منها اقوى. نفس السيناريو ده اتكرر 2019 يعني بنفس النتيجه بالزبط. بنفس الاحداث، وكنا انا وكريم بنقول ده قبل كده، وسرعان ما الاهلي عوضك وعوضك بحاجات جميله زي الثلاثيه. كسب الدوري سنتها كان دوري صعب جدا، وبعدها في السنه اللي بعدها زي ما قلت الثلاثيه دوري وكاس ودوري ابطال واغلى دوري ابطال اعتقد الاهلي فاز بيه. يعني المواقف الصعبه دي مع الاهلي بالذات لا انت بتعرف تقوم منها اقوى كمان. طب احنا في نقطه بنتكلم فيها كتير جدا، وحتى لسه كان فاروق بيطمنا عليها، لكن هي لسه لم تدرك بشكل اساسي ورسمي في الانديه المحليه عندنا، وما اعرفش ليه، فكره او ثقافه الاخصائي النفسي. ليه لسه لحد دلوقتي الانديه مش قبلاها؟ ليه اللعيبه مش قبلاها؟ ليه الجهاز الفني مش شايف ان هي من الاساسيات؟ يعني دايما بيتقال عادي والمدير الفني هو اللي يقوم بالدور ده. لا، مش دور المدير الفني، ان مش كل المديرين الفنيين عندهم القدره ان هم يشتغلوا على الجانب ده. بلس ان انت بيبقى عندك لاعب مثلا 6 شهور او 9 شهور مش موجود، مش متواجد، سبب اصابه او غيره، في خساره لمباراه. ازاي انا اهيئ اللعيبه بتاعتي ان هي خسرت مثلا بطوله؟ ما بتكلمش بس عن النادي الاهلي، بتكلم في مصر وان هو يعود مره ثانيه. فليه عندنا في الثقافه في الكره المصريه مش مدرجه بشكل اساسي، غير وقت مانويل خوسيه لما كانت فتره معينه وبرده ما كملتش؟ ليه؟ لان يمكن ده في الثقافه المصريه عموما للاسف احنا بنخاف من حته من كلمه حتى بنخاف من كلمه حتى الطب النفسي دي. مع انها هي حاجه على بعض نقول لك العباسيه مش عارف ابو العزيمي حاجه زي كده، ودي حاجه يعني مش منطقيه تماما. يعني الطب النفسي حاجه مهمه جدا جدا، الجسد بيمرض والروح بتمرض عادي، يعني جزء مهم جدا زي الطب، يعني نوع من جزء من اجزاء الطب، يعني حاجه مهمه جدا. صح. احنا في 2023 ولسه في ناس مش مستوعبه من صناع قرار، مش مستوعبين اهميه النقطه دي للاسف احنا زي ما بقول لك الثقافه العامه عندنا كده مش فاهمه، او مش فاهمه بس مش مستوعبه اهميه الدور ده. يعني احنا لغايه دلوقتي بنتكسف زي ما كانت نهاوند بتقول ان حد يقول مثلا انا رايح لدكتور نفسي. لا، بتكسف ليه؟ دي حاجه طبيعيه جدا يعني. بالعكس، دي حاجه مطلوبه في بعض الاحيان يعني. صحيح. وجود معالج نفسي او طبيب نفسي او اخصائي نفسي، ده الاسوياء هم اللي بيروحوا الاطباء في بالزبط. الناس اللي هي اللي بتجننا احنا ما قاعدين عادي. صحيح. مكملين عادي. بس الجزء دور الاخصائي النفسي، دور اخصائي التغذيه، دور اخصائي كل ده ادوار مهمه جدا في جهاز الكره. جهاز الكره مش مدرب ومدرب حراس مرمى ومدرب احمال وشكرا. صحيح. احنا بنتكلم في نادي مثلا، لو خدنا مثال زي الجهاز بتاع جوارديولا مثلا في مانشستر سيتي، بنتكلم جهاز فيه حاجه و30 بني ادم، كل جزئيه قد كده ليها متخصص. صح. فده حاجه مهمه جدا. صح. مش رفاهيه يعني. صح. طب انت في الموسم ده، النسخه دي من الدوري، وبرضو خلينا نستثني النادي الاهلي، مين لافت نظرك من الفرق؟ شايف ان في تكامل في عناصره وجوده في الاداء وماشي بخطوات ثابته، مين اكتر الناس اللي واخدين عينك انجاز التعبير؟ بص، في اكتر من فرقه، بس انا اللي فعلا بتبسط لما بتفرج عليهم او شايف ان هم عاملين موسم فوق التوقعات يعني الاتحاد. شايف ان معاهم مدرب محترم جدا، زوران مانولوفيتش، مدرب كويس جدا، المدرب عنده خبره في افريقيا لانه درب قبل كده في بريميرو دي اغوستو في انجولا، عنده رؤيه كويسه. الاتحاد يعني مش بقول ان هو يعني الاتحاد في مركز اعتقد الخامس دلوقتي او الرابع، او ممكن اعتقد الرابع بالظبط، فلكن ده اكتر من اللي كان جمهور الاتحاد حتى نفسه مستنيه. فشايف ان هم لا، السنه دي عاملين عروض كويسه قوي، يعني لما بيخسر مثلا مباراه ما بينهارش، لا بيرجع تاني بيأدي بشكل كويس جدا. اكتر من مره مثلا الاتحاد خسر ماتشين 3 ورا بعض، لكن بعدها بيرجع تاني وبيكسب تاني وبيوقف على رجله. السكندري في ازمنه سابقه كان دايما بيبقى موجود في مراكز متقدمه. بالزبط. ومش لوحده، والمقاولين العرب والترسانه، ايام ما كان في الترسانه والمحله زمن تاني والمحله. صحيح يعني، وكانت الماتشات دي كلها ممتعه كمان، وكان الجمهور بيديها طعم حلو قوي. ده ثمانينات بقى. ثمانينات بالظبط. معلش احنا عواجيز شويه عليك. لا، كنت اسمع بابايا بيقول الاسماء دي. احنا عواجيز شويه بس. لكن هو بصراحه الدوري السنه دي
الجميل فيه ان في اكتر من نادي يعني، في فيوتشر ماشي بشكل بيأدي بشكل كويس على مراحل برضو، المحلة كان ماشي بشكل كويس في الاول اللي بعد كده اتعثر شويه، اسوان كان ماشي بشكل كويس، لكن عارف مفيش اسوان عمل سابت. كم ماتش ولا اروع بجد، ومعاهم تجربه كمان كابتن ايمن رمادي، يعني كابتن ايمن من الناس اللي خلطت بقى كمان الخبره الكرويه بالعلم، دي مش موجوده عندنا كتير للاسف يعني، اتمنى انها تكون موجوده الفتره الجايه. شفنا واحنا كل الحاجات المنطقيه دايما نختم كلامنا عنها بجمله للاسف ما فيش عندنا منها كتير، عشان احنا محتاجين يعني شويه كنا بنتكلم على اهميه الطب النفسي والناس المتخصصين في الحته دي، وبرده ما فيش عندنا منها كتير. احنا محتاجين كتير قوي يا كريم، محتاجين كتير بجد يعني، محتاجين ان احنا نخطط بشكل كبير جدا، لان احنا للاسف وصلنا لمرحله يعني الواحد بس مش عايز يزعل الناس، بس هو احنا وصلنا مرحله سيئه يعني في كل حاجه يعني، للاسف ما فيش خطط خالص، ماشيين كده زي ما تيجي، عندنا ازمات في كل حاجه، مفيش خطط ازاي. وكان الاتحاد من اقل من سنه بيتكلم على تطوير المنظومه واستخدام خبير في التحكيم والاهتمام بقاعده الناشئين و و الى اخره، وحصل ايه مش عارف. خبير التحكيم اللي جه مشي، اهتمام بقاعدة الناشئين، ما عندناش ولا منتخب ناشئين عمل اي حاجه الحمد لله. ولو ملف التحكيم ده احنا قعدنا يعني اتكلمنا فيه، قلنا ما احنا بنقول ما احنا بنتكلم، ما احنا الحمد لله بنتكلم حلو قوي، بنعمل ايه بقى؟ ولا حاجه. طب مش لازم يكون في جهه رقابيه ما تملي شروطها على الاطراف المعنيه، على الناس، يبقى في اجبار يعني، نجبر نفسنا بالعافيه ان احنا نمشي زي ما المفروض نمشي ونتبع السيستم الموجود في دول العالم كلها؟ ما هو ليه ده مش حاصل من غير جهه رقابيه؟ هو المفروض ان انا ابقى عايز اعمل كده عشان انا ابقى كويس. لا ما خلاص، دي استعوض ربنا في الحته دي. لازم حد يبقى ماسك لنا كرباج عشان نعمل الحاجه. طب ما هو طب ازاي؟ ما انا لا عشان يبقى في محاسبه. هو احنا مش حاسين، طيب هل احنا مش حاسين ان احنا المنتخب ما وصلش كاس عالم، وبعد كده ما خسرنا كاس افريقيا، وبعد كده منتخب الشباب ما بياخدش ما خدش كورنر، مش ما خدش نقطه، ما خدش كورنر. الشباب كانت حاجه حزينه الصراحه. ومنتخب 17 ما وصلش البطوله اساسا، طب احنا مش حاسين بده؟ مش حاسين بالسنغال اللي هي بتاخد كل حاجه في القاره؟ طب منين ده حاصل؟ ومنين احنا بقالنا سنين اطراف كتير دايما بتشيد بالناشئين عندنا في الفرق المختلفه؟ لا على فكره اللي حصل مع منتخب الشباب مش فكره ما عندكش كادر كويس، بالعكس ده كان في منهم لعيبه كويسين، لكن المشكله في ان يا اما تم توجيههم بشكل غلط، مع احترامي للجهاز الفني يعني برده ما كانش ربما الافضل. لا معلش، طب حضرتك يعني شايف كان في يعني نفس اللي كنت بتكلم في التخطيط برضو، انا عندي عناصر كويسه، بس عشان اخطط ان اجمعهم كلهم مع بعض، اعمل لهم فتره اعداد كويسه، العبهم ماتشات وديه تخرفني انا يعني. انا اسف كنت بشوف ماتشات وديه المنتخب الاقيه بيلعب مع المقاولين العرب، ولا ايه بيلعب مع كامل الاحترام طبعا للاسامي، بس الفكره انا المفروض العب مع منتخب اتعرف على الخطه بتاعته، اتعرف على يعني ابقى عارف الاقل انا هواجه مين. انا برضو لغايه دلوقتي انا برضو مش عارف، احنا نظمنا البطوله، طب انت نظمت البطوله دي عشان تكسب من وراها سواء ماديا او تكسب من وراها دعم المنتخب بتاعك. استعديت بقى لده، عملت ايه؟ فروحنا منظمينها في استاد القاهره، اللي هو مهما كان الناس اللي هتيجي مش هيبقوا عشر الاستاد. طب ما تنظمها في ملعب صغير في محافظه مثلا، عشان خاطر الناس تروح تقف ورا المنتخب بتاعك، انت حتى مفيش حد يشجع المنتخب بتاعك، غير بقى الجزء الفني تماما. فلا احنا ما زالنا الفني ده عايزه حلقه بقى من بابها، نتكلم من اولها في النقطه دي اللي هي مليانه تفاصيل، واحنا وقتنا للاسف يعني تقريبا انتهى. يا دوب نلحق نشكر حضرتك على وجودك معانا، جزيل الشكر. شكرا جزيلا، ان دايما بص معاك دايما. لا والله بتنورنا يا دكتور عادل، وان شاء الله نتقابل تاني قريب، وهنرجع نقول تاني ربما احنا يعني بنتكلم في بعض الامور اللي هي شائكه عندنا بشكل كبير جدا، والواحد من كتر ما اتكلم فيها ومن كتر ما بيحاول ان هو يطرح على نفسه اسئله، طب الحل ايه؟ فبيضحك، لكن هي حاجه حزينه، خلينا نقول في الاول وفي الاخر هي حاجه حزينه، لان انت وكلنا مش انت وانا بس، كلنا اكيد في الاول وفي الاخر هنستفيد لما هذه المنظومه يتم اصلاحها. مصر هتستفيد، اسمك هيبقى في محافل دوليه، بيبقى رانكينجز ثانيه، بطولات ثانيه، ليفل ثاني خالص، انت كنت الافضل زمان. المشكله ان انت بترجع لورا، وفي دول ومنتخبات بتعديك بكتير ما كانتش بتقارن نفسها اصلا بيك في فترات طويله، فده اللي بيحزن. نتمنى الاصلاح في الفتره اللي جايه، لان احنا نستحق ذلك. الفقره دي خلصت، هنروح بعد كده الفقره اخيره مسجله بحضراتكم، وهيكون معانا دكتور إيمان المراكبي. نشوفكم بكرة إن شاء الله، مع السلامة.